النقطة بتاعت السيشن النهاردة هنتكلم على كذا نقطة. أول حاجة اللي هي traditional waterfall method، تاني حاجة اسمها agile introduction، وبعدين scrum process، وبعدين kanban process، وبعدين هنعمل زي تطبيق عملي على للسكرام في برنامج اسمه تريلو. قبل ما ندخل في موضوع الاجايل عامة، عايزين بس نتكلم في نقطة بسيطة اللي هي التحديات اللي هي بتواجه دلوقتي موضوع أو إدارة المشروعات عامة في أي مجال، سواء كونستراكشن سواء أي مجال في المجالات الموجودة. التشارت اللي قدامنا دي بتوضح حاجة مهمة. يعني على سبيل المثال هنا المحور الأفقي ده عبارة عن التكنولوجي، المحور الرأسي ده الريكوايرمنتس اللي هي الطلبات. ثانية واحدة، ماشي. بالنسبه للتكنولوجي، لو انت عندك مثلا اي مشروع، عندك لو انت عندك مستوى التكنولوجي بتاعته قليله وفي نفس الوقت مستوى الريكويرمنتس بتاعته قليله، فهو بيقع في الربع ده اللي هو سيمبل. المشروع بيبقى بسيط، ما فيش فيه اي مشكله. كل ما التكنولوجي بتاعته بتزيد، كل ما الريكويرمنتس بتاعته بتزيد، بيتحرك من المنطقه دي للمنطقه دي اللي هي منطقه الكومبليكيتد. وبعدين لو زاد التكنولوجي شويه وزادت الريكويرمنتس ازيد، بنتحرك من الكومبليكيتد لغايه الكومبلكس. اللي حاصل دلوقتي في اداره المشروعات عامه في اي مجال، سواء كونستراكشن سواء سوفت وير، اي مجال، اغلب المشروعات كلها بتقع في المنطقه دي اللي هي منطقه الكومبلكس، اللي هي التكنولوجي فيها عاليه وفي نفس الوقت الريكويرمنتس فيها عاليه، فكل المشروعات او اغلبها واقع في المنطقه دي. ايه مشكله المنطقه دي؟ مشكله المنطقه دي في المنطقه في الجزئيه دي في الجزئيه دي كل ما انت تتحرك على الخط ده بتبقى بعيد او far from certainty. انت ما عندكش يقين بخصوص التارجت او الهدف بتاعك. الهدف بتاعك مش واضح، الهدف بتاعك متغير نتيجه ان المشروع نفسه التكنولوجي فيه عاليه، فما فيش حد عارف اصلا الهدف بتاعه او التارجت بتاعك هو عباره عن ايه. نفس الكلام على الخط ده او المحور الرأسي، كل ما تبعد في الاتجاه الاعلى بتكون برضو بعيد عن الاجريمنت، مفيش اتفاق على متطلبات معينه. المشروع لما يكون بسيط الكل يكون متفق على طلبات معينه، والكل بيكون متفق على تكنولوجي معينه اللي هي التكنولوجي معينه، فخلاص فالدنيا تبقى بسيطه، فعندك اليقين بتاعك عالي في المنطقه دي، وفي نفس الوقت الاجريمنت بتاعك مع الكلاينت برضو عالي. لكن الفترة الحالية أو الوضع الحالي دلوقتي إن إحنا أغلب المشروعات دلوقتي كلها واقعة في المنطقة دي اللي هي منطقة الكومبلكس، اللي هي far from certainty، بعيدة عن ال certainty أو اليقين، وفي نفس الوقت far from agreement، بعيدة عن ال agreement. دلوقتي ده عبارة عن نموذج لمشروعين. المشروع اللي على الشمال ده عبارة عن simple project، الدنيا فيه بسيطة، عبارة عن block work، عبارة عن قمر، عمود، شبيك، مستطيلة، ما فيش فيها أي تكنولوجيا عالية، ما فيش فيها أي متطلبات ضخمة، فبالتالي هو simple، الدنيا فيه بسيطة. المشروع اللي على اليمين ده عبارة عن ده اللي هو مشروع الكي اف دي اللي هو محطة مترو في الرياض. ده مشروع، ده تصميم زي حديد زي ما هو واضح دلوقتي كده، هو ان هو المشروع فعلا كومبلكس، الدنيا فيه مش واضحه، سواء على مستوى التصميم او على مستوى التنفيذ. يعني على مستوى التصميم الناس وهي شغاله مش عارفه المنتج انها شكله ايه، او مش عارفه المشاكل اللي هتقابلها اثناء الشغل. يعني مثلا انت دلوقتي شغال مثلا الكتروميكانيكال، وانا شغال معماري، وفي واحد تاني شغال انشائي، الكوردينيشن بيننا ما فيش حد عنده قدره ان هو يقول لك الكوردينيشن ده هيقعد مثلا اسبوع اتنين تلاته، هيكلف كذا، الدنيا مش واضحه نتيجه ان المشروع نفسه معقد، ماشي، اللي هو المشروع نفسه واقع في المنطقه دي، ماشي. نفس الكلام على مستوى التنفيذ، برضه على مستوى التنفيذ الدنيا مش واضحه، ده مش مشروع تقليدي، الماتيريال نوعها ايه، ازاي هنوفرها، طريقه التنفيذ نفسها يعني طريقه تنفيذ شكلها ايه، الانحناءات دي والكيرفات دي كلها هتتنفذ ازاي، الكلام ده كله نتيجه ان هو مش سيمبل، فبالتالي يعني اللي هو السيرتينتي بتاعته قليله، ماشي، فداخل في الايه، داخل في المنطقه دي.
هنا هنبدأ بقى في الموضوع بتاعنا النهارده اللي هو الأجايل. أول حاجة الشكل ده بيوضح حاجة اسمها traditional waterfall method، دي الطريقة التقليدية في إدارة المشروعات دلوقتي في أي مجال construction أو غيره. عبارة عن إيه؟ أول حاجة بتكون plan driven، يعني أنت عندك plan وكلنا مقيدين في البلان ده، إحنا كلنا منسقين ورا البلان ده، واحد اتنين تلاتة، عبارة عن مثلا خطوة اتنين تلاتة، بطلع من هنا أدخل هنا، بطلع من هنا أدخل من هنا وهكذا لغاية ما أوصل للتارجت بتاعي. فهنا بلان دريفن وفي نفس الوقت إيه سيكونشال ورا بعض، بخلص حاجة أدخل في التانية، بخلص حاجة أدخل في التانية وهكذا. نتج على الكلام ده إيه دلوقتي؟ نفترض إن إحنا مثلا بنتكلم في مجال الكونستراكشن، نفترض ده المبنى بتاعنا، ده الديزاين بتاعه. خلاص الديزاين بتاعه ده الجزء المعماري، ده الانشائي. خلاص المعماري عنده بلان ماشي عليه والانشائي عنده بلان ماشي عليه. بعد ما خلص المرحله دي المعماري ادى الالكتروميكانيكال، الالكتروميكانيكال بدا يعمل الموديل بتاعه، والمعماري شغال في الموديل بتاعه، والالكتروميكانيكا والسيفل شغال في الموديل بتاعه، كل واحد عنده بلان وماشي في اتجاه الايه الهدف. هنا ما تمش كوردينيشن، نتيجه ان كل واحد مش شايف التاني، كل واحد عينه على ايه على البلان بتاعه او بلان دريفن. المرحله اللي بعديها وصلنا لهنا، المعماري وصل لهنا، الالكتروميكانيكال وصل لهنا، نتج عن كده ان مفيش كوردينيشن. البرودكت اللي هيروح للكلاينت او البرودكت النهائي مفيش فيه كوردينيشن تم ما بين كل الايه كل الاطراف دي كلها. الشكل ده ليه علاقه بالجماعه بتوع السوفت وير. نفس الكلام برضو، لو انت عندك برنامج معين، البرنامج ده عباره عن فيتشر معينه، في فيتشرز كتير مثلا حوالي مثلا 100 200 فيتشر ايا كان. الوضع نتيجه التراديشنال ووتر فول اللي هو الطريقه التقليديه في اداره المشروعات، ان اغلب الفيتشرز الموجوده في البرامج نفسها او في السوفت وير نفسها ما بتستخدمش، و19 بتستخدم نادرا، و16 احيانا، 20% بس من كميه او من توتال الفيتشر الموجود في اي برنامج هو بس اللي بيستخدم. فانا اديك الكلام ده كله، ظهر ما يسمى بالاجايل علشان يحاول يعالج المشاكل اللي احنا قابلناها، المشاكل اللي احنا قابلناها سواء هنا في مجال السوفت وير او في مجال الانشاءات، او المشاكل الناتجه عامه على التراديشنال ووتر فول ميثود. فظهر ما يسمى بالاجايل. ايه الاجايل بقى ده؟ الاجايل ده عباره عن توجه في اداره المشروعات. عباره عن ايه؟ او بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على التكراريه، ان انت بتقسم المشروع نفسه. افرض المشروع عندك مثلا يعني مدته مثلا سنه، انت بتقسمه مثلا نفترض 12 شهر. خلاص كل شهر دي عباره عن مرحله، والمرحله دي ليها تسليم، والتسليم ده لما بتسلمه بتشوف الكلاينت وبتقعد معاه وبتناقشه، هل الكلام ده متوافق مع احتياجاتك او الكلام ده ماشي مع اهداف المشروع او مع هدف المشروع. ففكره الاجايل هي كده اهو، iterative approach to project management and software development that helps team deliver value to their customer faster and with few headache. اللي هو عمليه تكراريه، حتى واضح من الشكل ان هو عباره عن دورات، define وبعدين دوره وبعدين release وبعدين يدخل في دوره ثانيه وهكذا، بعدين يدخل في دوره ثالثه وهكذا. ده ملخص الاجايل. لو احنا بصينا على الشكل ده، نفترض ده خط المشروع اللي هو التايم، ودي الفترات الزمنيه المعينه. نفترض ان انا بدات هنا ومشيت لغايه النقطه دي من غير ما اعمل اي كوردينيشن، من غير ما اشوف اي حد تاني من اي من البارتيسيبنت اللي حواليا، وعملت هنا ميتنج، نتيجه طول الفتره الزمنيه فيحصل ايه؟ التشينج او المشاكل الكوردينيشن بتاعتي بتبقى كبيره بالشكل ده. لو طولت الفتره الزمنيه نفس الكلام، الايه المشاكل بتزيد في الاتجاه ده. يعني هنا كومباني ايه الايشوز الناتجه عن تاخر الكوردينيشن ما بين الاطراف المختلفه بتزيد. كل ما الفتره تزيد كل ما الشينج بيزيد، كل ما الكوست بيزيد، كل ما التايم بيزيد وهكذا. نفس النظام، نفس نظام كومباني بي برضو. اوكي الموضوع مختلف لكن ما زال برضو
كبير. كل ما تقلل الفترات، الفتره دي مثلا قليله شويه، فانت عندك التشنج اللي عندك قليل، نفس الكلام اهو، قللت اكتر وهكذا. فانت عندك كل ما بتقلل الفترات كل ما انت عندك تحكم، فين تحكم في المشروع، وفي نفس الوقت الايشوز اللي ظهر عندك نتيجه الميس كوردينيشن ما بين الاطراف المختلفه ايشوز قليله لسه لم تتفاقم. يعني عندك انت شغال مثلا الكتروميكانيكال، واحد تاني شغال معماري، واحد شغال سيفل. لو انتوا عملتوا ميتنجز مثلا، لو انتوا قسمتوا المشروع مثلا، بدل ما انت هتسلم كل 6 اشهر، لا انت بتسلم كل اسبوعين ثلاثه، خلاص بتسلم جزء من الموديل، والموديل ده بتعمل له كوردينيشن ما بين كل الاطراف. فبالطريقه دي انت عندك كميه او الكلاشز اللي هتطلع هتكون يعني مانجبل، يعني قابله للاداره، وفي نفس الوقت الايشوز قليله، والتكلفه الناتجه عن التغيير ده قليله. ولو انت عندك مشكله هتقابلها في خلال الفتره دي هتلاقيها برضو مشكله قليله، نتيجه ان الفتره الزمنيه قليله. لكن لو احنا صبرنا مثلا، قعدنا مثلا، انا شغال، انا معماري مثلا، وقعدت شغال 4 5 شهور، والانشاء نفس الكلام، والالكتروميكانيكال نفس الكلام، وفي اخر الفتره دي كلها اتقابلنا او بعتنا المودلز بتاعتنا مع بعضها وشفناها مع بعضها، فنفاجئ ان في كارثه بتحصل والدنيا كلها مش ماشيه مع بعض، مش ماشيه تماما، هيحصل تغيير. التغيير ده يعني كوست، التغيير ده يعني تايم. بالنسبة لموضوع الأجايل، الأجايل نشأته عبارة عن إيه؟ زي ما إحنا شفنا هنا، هو نشأته جاية من الجماعة بتوع السوفت وير، المبرمجين عامة. دي المشكلة الموجودة عند في اللي هو القطاع البرمجيات أو الناس اللي هم المبرمجين عامة، إن 45% من الفيتشرز اللي هي موجودة في البرامج غير مستخدمة، أو بمعنى تاني 20% بس هي المستخدمين، الباقي كله مش مستخدمين. فبالتالي انت دلوقتي بتبذل مجهود، بتقعد مثلا سنه بتعمل مثلا برنامج معين، برنامج مثلا لبنك، بتعمل ابلكيشن على الموبايل، بتعمل اي شيء خاص بالبرمجه عامه، وبعدين لما تيجي تسلم المشروع تفاجئ ان المشروع اللي انت مسلمه ده 20% منه مستخدم، الباقي كله مش مستخدم. ماشي؟ وهتلاقي نتيجه التقدم العلمي والتكنولوجي اللي هي المستمره في مجال البرمجيات عامه، اللي انت عملته او اللي انت عملته في نهايه السنه دي اصبح خلاص يعني قديم وقابل للتطوير، والمشروع بتاعك اصبح يعني ايه غير مستفيد. فنتيجه المشكله دي كلها الجماعه بتوع البرمجيات زي ما اتفقنا سنه 2001 عملوا زي ميتنج كده اهو في امريكا، 17 واحد من جميع انحاء العالم اجتمعوا مع بعضهم بيناقشوا المشكله دي. ماشي؟ المشكله كلها اللي company were so focused on excessively planning and documenting their software. الشركات كلها مركزه على البلاننج ومركزه على الدوكيومنتنج بتاع السوفت وير اللي هو الكودينج بتاع السوفت وير. ناتج عن الكلام ده كله ان الهدف بتاعهم او النتيجه اللي بتطلع او النتيجه اللي بتطلع في الاخر بعيده تماما عن الهدف. That they lost sight of what really mattered. بيفقدوا الرؤية أو مش الرؤية بتاعتهم تقريبا خلاص مش واضحة. أنت شغال في مشروع ومركز فيه، وأنت عبارة عن planning plan driven، ويعني إيه، والدنيا حواليك عمالة تتغير وأنت متقيد بيه، وفي الآخر تفاجئ إن المشروع بتاعك ده أصبح قديم يعني. فالمهم هما مع نهاية الاجتماع دول عملوا إيه؟ عملوا ما يسمى حاجة اسمها Agile Manifesto أو بيان أجايل. من ساعتها، من 2001 لغاية دلوقتي، تقريبا كل شركات السوفت وير أو كل المبرمجين عامة كلهم شغالين بالنظام ده، نظام الأجايل ده النظام السائد هناك عامة. وفي نفس الوقت الموضوع بدأ يعني إيه يتحرك أو يعني يروح قطاعات تانية، راح قطاعات الإنشاءات وأي قطاع تاني في بروجكت مانجمنت. الموضوع بدأ يعني إيه يتوسع، مش مجرد البرمجيات بس، لا دخل في الكونستراكشن ودخل في الإيه في المجالات التانية. لو ناخد بقى فكرة عن الموقع نفسه أو اللي هو أجايل مانيفيستو، نفتح هنا الموقع ده. ده الموقع اللي هو حاطين فيه البيان بتاع اجايل. زي ما قلنا عباره عن 17 شخص قعدوا في ناك في 2001 وطلعوا بيان تقريبا مكون من 68 كلمه، عباره عن 4 values، 4 قيم اساسيه، بالاضافه الى 12 principles، عباره عن 12 مبدا. وبناء على القيم دي والمبادئ دي صناعه البرمجيات عامه اتغيرت
وزي ما قلنا ان الاجايل بدأ يعني ايه يتحرك من كونه ان هو خاص بالبرمجيات لمجالات الايه اداره الاعمال او اداره المشروعات في المجالات التانية. وطلعوا البيان ده، هم عباره عن 17 شخص، دول اساميهم ودول ال 68 كلمه اللي هم طلعوهم، اللي هي المبادئ العامه في الاداره، ونزلوه بلغات مختلفه. ندوس على العربي نشوف بقى اللي هم الاربع قيم دول. اول حاجه الافراد وتعاملهم فيما بينهم فوق المنظومات والادارات، يعني كونك ان انت تهتم بالافراد والتعامل بينهم ده مميز عن المنظومه والادوات. يعني الجزء اللي على اليمين ده ليه اولويه عن الجزء اللي على الشمال. الطريقه التقليديه الجزء اللي على الشمال هو ده اللي هو ليه الاولويه، لكن في الاجايل قال لك لا، احنا عندنا اساس المانجمنت بتاعتنا هم دول الافراد وتعاملهم فيما بينهم. رقم 2 البرمجيات الصالحه للاستعمال فوق التوثيق الكامل، نركز في البرمجيات اللي بتستخدم اكتر من ان احنا نقعد نوثقها ونقعد نكتب الكودينج بتاعها. ثالث حاجه تعاون ومشاركه العميل فوق التفاوض حول العقد، الاولويه بتاعتنا هي العميل، اولويتنا هي تحقيق طلبات العميل. رابع حاجة الاستجابة للتغييرات فوق الالتزام بمخطط عمل محدد. طريقة المانجمنت العادية بنتعامل مع التغييرات على انها شيء بنحاول نتجنبه ونتفاداه بقدر الامكان. الاجايل قال لك لا، التغييرات دي عبارة عن اوبورتيونيتي لينا للتميز، فرصة ان احنا نتميز. فبالتالي وفي نفس الوقت هي كده كده جاية نتيجة ان احنا زي ما شفنا التشارت الاولاني خالص، ان انت المجال او مجال إدارة المشروعات فيها تكنولوجيا عالية، فالتغييرات كده كده جاية. بدل بقى ما نتجنبها، لا احنا بنستجيب للتغييرات، بل بالعكس بنشجع عليها كمان. هنشوف هنا المبادئ اللي هي الأجايل ال 12. هما طلعوا 12 مبدأ. المبادئ دي هي دي اللي هي ايه اللي هي الهدف او القيم او الريفرنس لاي ناس شغالين في مجال السوفت وير، وبعد كده زي ما قلنا دخلنا في ايه في المجالات التانية. لو نقراها مع بعض، هدفنا الاسمى هو ارضاء العميل، الهدف الاساسي عندنا هو ارضاء العميل عن طريق التسليم المبكر والمتواصل للبرمجيات ذات قيمه. تاني حاجه الترحيب بتغيير المتطلبات، احنا بنرحب بالتغيير، ما بنحاولش نتجنبه ولو في مراحل متقدمه من التطوير. فمناهج الاجايل تسخر التغيير لصالح الميزه التنافسيه للعميل. ثالث حاجه تسليم برمجيات صالحه للاستعمال على فترات منتظمه من اسبوعين الى شهرين، مع استحسان المده الزمنيه الاقصر. على طول زي ما قلنا ان احنا الاجايل قسم المشروع لاجزاء صغيره، بحيث الجزء الصغير ده عباره عن تسليم، بدل ما انا اقعد 6 شهور عشان اطلع واسلم حاجه واحده، لا ده انا بسلم كل شهر او كل 3 اسابيع، بسلم مرحله 2 3 4 5 وهكذا. كل مرحله ليها تقييم، وكل مرحله الكلاينت بيشوفها ويبدي رايه فيها، ونشوف هل في تغيير ولا ما فيش تغيير. بعدين يجب ان يعمل كل من المهنيين العارفين بالمهنه والمطورين معا بشكل يومي خلال فتره المشروع، الشغل عامه كله بصوره يوميه. الاعتماد في بناء المشاريع على افراد متحمسين مع توفير البيئه المناسبه والدعم اللازم ومنحهم الثقه من اجل انجاز العمل. بعدين اكثر الطرق فعاليه وتاثيرا لتواصل المعلومات الى فريق التطوير بين افراده هي التخاطب وجها لوجه، بيشجع على ان كل الافراد تكون متفاعله مع بعضها والتخاطب وجها لوجه. البرمجيات الصالحه للاستعمال هي المقياس الرئيسي للتقدم. مناهج الاجايل تشجع التطوير المستدام، ينبغي على الرعاه والمطورين والمستخدمين ان يكونوا قادرين على الحفاظ على وتيرة ثابتة على الدوام. هنا الاهتمام المستمر بالتفوق التقني. بعدين البساطة، أهم شيء البساطة، مش عاوزين أي حاجة complicated، الـ requirements تبقى بسيطة والطلبات بسيطة والتارجت بتاعنا بسيط. إن أفضل البنيات والمواصفات والتصميمات تنبثق من فرق العمل ذاتية التنظيم، الفرق نفسها اللي هتتقسم بتكون ذاتية التنظيم self-organized. يراجع فريق العمل على فترات منتظمة كيف يصبح أكثر فعالية، ثم يدقق ويضبط سلوكه وفقا لذلك. زي ما قلنا إحنا بنعمل إيه؟ بننفذ على فترات متقطعة.
وطول ما احنا بننفذ، طول ما احنا بنعمل تقييم، بنعمل تقييم للتيم نفسه، بنعمل تقييم للمنتج نفسه، بنعمل تقييم للريكويرمنتس نفسها، بحيث ان احنا على طول في عملية تغيير مستمرة وعملية تطوير مستمر. نرجع تاني للسلايدز. ده الاعلان بتاع الاجايل، ودي المبادئ اللي احنا اتكلمنا فيها، وده اللينك بتاعها. ده مجرد سكتش موضحين بس ايه في ببساطه الفور جولز، الفور فاليوز، الاربع قيم الاساسيه. ماشي، ايه مفضل عن ايه؟ individual and interaction over process and tools, working software over comprehensive documentation، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ودول ال 12 مبدا اللي احنا اتكلمنا عليهم وقرناهم دلوقتي. الشكل ده بيوضح comparison ما بين الطريقه اللي هي التراديشنال ووتر فول اللي احنا اتكلمنا عليها، والطريقه بتاعه الايه الاجايل. ده التارجت بتاعك ودي بدايه المشروع. هنتكلم دلوقتي ان احنا هنشتغل بالطريقه اللي هي التراديشنال ووتر فول. انت عندك هتسلم مره واحده، ده الهدف بتاعك. نتيجه زي ما احنا قلنا ان المشروع مش بسيط، ان اغلب المشروعات مش بسيطه، ايه اللي بيحصل؟ الهدف بتاعك بيكون غير واضح الرؤيه، فبالتالي انت مش شايف كويس، مش شايف ايه، مش عارف ايه المتطلبات. نتيجه زي ما قلنا التكنولوجي عالي والريكويرمنتس نفسها عاليه، وانت بتسلم مره واحده، فانت بتمشي ماشي 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 ماشي، ده التارجت بتاعك اللي انت اساس، بس انت مش شايفه هنا، انت شايفه هنا، هتوصل هنا. لما توصل للنقطه دي ايه اللي هيحصل؟ التشنج اللي عندك ما بين النقطه دي ما بين النقطه دي تشنج كبير جدا. فلو انت شغال مثلا في مجال الانشاءات عامه، هتلاقي مثلا لو بنتكلم على الكوردينيشن، هتلاقي ان في مشكله جامده جدا في الكوردينيشن، هينتج عنها تغيير كبير، هينتج عنها ريورك كتير، هينتج عنها كوست، هينتج عنها تايم، سواء في مرحله التصميم او في مرحله التنفيذ، نتيجه ان الهدف اللي انت وصلت له مختلف تماما عن الهدف المطلوب. لكن في الاجايل عملنا ايه؟ قسمنا المشروع هنا لكام مرحله؟ 1 2 3 4 5 6 لست مراحل. اول مرحله المفروض ان هنا اهو، بس احنا وصلنا هنا نتيجه ان احنا ايه الرؤيه مش واضحه، فايه اللي حصل؟ في تغيير. التغيير قيمته قد ايه؟ من هنا لهنا مش مشكله بسيطه، يعني هنعرف نتدارجها. بعدين هنتحرك للمرحله الثانيه او الخطوه الثانيه، وصلنا هنا نفس الكلام، احنا قاعدين نلف وندور حوالين الايه المحور او الايه الخط بتاعنا الاساسي، وصلنا هنا اهو، وبعدين وصلنا هنا، وصلنا هنا، وصلنا هنا، وصلنا هنا، في الاخر خالص ايه اوكي ما وصلناش للتارجت بتاعنا، بس الفرق قد ايه؟ فرق صغير جدا قابل ان انت تعدله بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت وصلت برضو ايه في نفس الوقت. يعني هنا بروجكت ريسورسز ماني اون تايم، خلاص انت هنا نفس التايم ونفس الماني، يعني مفيش، يعني ما دفعتش حاجه من جيبك، خلاص. وفي نفس الوقت وصلنا ايه بصوره احسن كتير جدا من الطريقه التقليديه. لو شفنا المميزات هتلاقي هنا كلاينت بارتيسيبيشن، ان كلاينت اوريدي داخل معاك في عمليه في البروجرس بتاع المشروع من اوله لغايه اخره. هنا الكلاينت ما بيشوفش البرودكت غير في الاخر، لا هنا كلاينت مع كل تسليمه الكلاينت بيبص عليها. الكلاينت ده ممكن يكون صاحب المشروع، ممكن يكون مدير المشروع، ايا كان. ترانسبيرنسي، الشفافيه، كل شيء بيتم قدام كل الناس، الدنيا مش مستخبيه هنا، بحيث ان احنا نفاجئ في نهايه المرحله ان في حاجه مختلفه تماما عن المطلوب، لا انت اول باول كل شيء باين، كل شيء واضح. ريجولار جايدنس، على طول في يعني جايدنس ريجولار بصوره منتظمه، في توجيه بصوره منتظمه، مش انت ماشي كده وفي الاخر لقيت نفسك هنا، لا انت هنا لو انت جيت هنا لقيت نفسك منحرف شويه عن المسار الاساسي، لا انت بتعدل في نفسك، وهكذا وهكذا وهكذا. هنا frequent delivery deliveries 2 to 4 weeks، بنسلم على مراحل ايه يعني ايه منتظمه، كل اسبوعين ثلاثه بنسلم حاجه، كل اسبوعين ثلاثه بنسلم حاجه. client feedback، client يعني بنعرف الفيدباك بتاعه اول باول. الطريقه التقليديه انت هنا قاعد انا اهو بعيد خالص عن الكلاينت، يعني ما بتتعاملش معاه غير في الاخر خالص لما تلاقي نفسك ان انت في حته هو في حته، لا انت هنا لا اول باول الكلاينت شغال معاك. كلوزر تو كلاينت اكسبكتيشن، ادي كلاينت اكسبكتيشنز، انت قريب منها على طول طول على مدى المشروع.
دي عبارة عن كومباريزون ما بين الووتر فول تراديشنال ميثود والاجايل اورجانيزيشن ديبارتمنت تيمز. هنا في المجال او في التنظيم عامه في الووتر فول ميثود انت الموضوع عباره عن اقسام، قسم التكنيكال، قسم التكنيكال، قسم السيفل، قسم السايت، قسم الام اي بي، ايا كان. هنا لا، تيمز، التيم نفسها فيها كل الايه التخصصات دي. بيبول سبيشاليست، هنا كروس فانكشن، الناس اللي هنا في الووتر فول متخصصين، انا شغلتي معماري بس، انا شغلتي الكتروميكانيكال بس، لا هنا لا، هنا كروس فانكشن، انا شغلتي معماري وعندي خلفيه على الالكتروميكانيكال، هو شغلته الكتروميكانيكال وعنده خلفيه على المعماري، اي نعم هو متخصص او داخل بعمق في المجال بتاعه بس عنده خلفيه على باقي التخصصات. البروس فلو لينير سايكليكال، اللي هي صوره دوريه، هنا زي ما قلنا طريقه لينير، خط واحد وخلاص، لكن التاني سايكل، دورات كل اسبوعين ثلاثه بسلم حاجه، كل اسبوعين ثلاثه بسلم حاجه وهكذا. البروجكت سكوب فيكسد، السكوب بتاع الووتر فول فيكسد، احنا ما بنقبلش التغيرات، مش عاوزين تغييرات عندنا، لكن هنا فاريبل، يعني انا بنشجع التغييرات. البروجكت كوست فيكسد ان ثيوري، يعني نظريا الكوست ايه ثابت، لكن طبعا نتيجه التغييرات اللي بتحصل الكوست بتغير معانا. هنا الكوست في الاجايل فيكسد وبعض الاحيان فاريبل. ديزاين اب فرونت، ده في مجال السوفت وير عامه، انت بتصمم اب فرونت، هنا الديزاين جاست ان تايم، بتنفذ يعني التصميم اول باول. فيريفيكيشن اللي هو التاكيد، او انا عاوز اعمل فحص. افتر امبلمنتيشن، بعد ما اخلص خالص بعمل فيريفيكيشن للايه، للبرودكت بتاعي، لكن هنا لا، بعمل ديورينج امبلمنتيشن، خلال الشغل، خلال العمل بتاعي انا بعمل فيريفيكيشن، فعندي بدل ما انا افاجئ في الاخر خالص ان في كارثه هنا حصلت، لا لا، انا اول باول، اول باول بعرف انا ماشي على الطريق الصح ولا الطريق الغلط، اول باول بعرف هتحرك يمين ولا شمال. هنا delivery after verifications، بسلم بعد ما اخلص خالص، هنا لا، انا بسلم continuous، كل مرحله بخلصها بسلمها. ماشي، دي برضو comparison ما بين traditional waterfall وما بين الاجايل. في traditional انت عندك السكوب ثابت، ماشي، اتفقنا ان السكوب ثابت، احنا ما بنقبلش بالتغيير، نتيجه ان احنا متحجرين، نتيجه ان احنا مش قابلين بالتغيير، والتغيير بالنسبه لنا شيء سيء جدا. فايه اللي بيحصل؟ وعندنا المشروع مش سيمبل، عندنا مشروع زي ما قلنا التكنولوجي بتاعته عاليه والريكويرمنت بتاعته عاليه، فعندنا اللي هي السيرتينتي بتاعته قليله. ايه اللي يحصل؟ التايم بتاعنا اصبح متغير والبادج بتاعتنا بتزيد، ده نتيجه ان احنا ايه؟ بلان دريفن. لكن في الاجايل احنا بنعمل ايه؟ بنرحب جدا بالايه؟ بالتغييرات، والمفروض ان احنا مقيدين مع البادجت والتايم، قافلين ده وقافلين ده، والتغييرات مرحبين بيها. طب احنا ازاي احنا مرحبين بالتغييرات وفي نفس الوقت محافظين على البادجت والتايم، مع ان المفروض العكس، ان يعني طول ما انت بتقبل تغيير البادجت والتايم متغير معاك، لا، التغيير اللي بيتم او اللي احنا بنقبله هو التغيير الناتج عن عدم وضوح رؤيه، مش ناتجه عن مثلا تغيير جوهري من قبل مثلا الكلاينت، لا، انا عندي التارجت مش واضح، فبالتالي بيحصل تغيير علشان ايه؟ اعدل مصاري عشان اوصل للتارجت الايه؟ التارجت اللي انا محدده. وفي نفس الوقت زي ما احنا شفنا قبل كده، نتيجه ان احنا مقسمين المشروع اقسام صغيره، خلاص، ايه اللي بيحصل؟ التغييرات اللي بتتم بتكون يعني قابله للاداره، بعرف اديرها بمنتهى السهوله. فعندك التايم اللي انا هخسره فيها هيكون قليل، والبادجت اللي انا هخسره برضه فيها قليل. غير هنا انا بستنى لغايه اخر المشروع او اخر الدليفري او اخر المرحله علشان اسلم، وبعدين افاجئ ان الدنيا كلها متغيره، حاجه في الشرق والتانيه في الغرب، فبالتالي البادجت بتاعتي هيزيد جدا، والتايم بتاعي برضه هيزيد. نفس الشكل اللي احنا شفناه قبل كده، اللي هو ده في بدون تطبيق الاجايل هنا، واحنا بنطبق الاجايل نفس الكلام، عندنا الفكره، المشروع طلع من عندنا، راح للمعماري، بعدين الانشائي، عملنا ايه؟ عملنا دوره او سبرنت، خلاص، دي علامه الاي اف سي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده،
وعملنا كوردينيشن وعملنا سلمنا مرحله، والمرحله مرحله راحت للكلاينت. خلصنا المرحله الاولى، دخلنا في المرحله الثانيه. الالكتروميكانيكال دخل معانا في المرحله الثانيه، وعندك المعماري اهو لسه الموضوع لسه مش متبلور. عندك الانشاء نفس الكلام، عملنا هنا وعملنا هنا سبرنت اللي هي ايه الجوله الثانيه. الجوله دي طولها كام او مدتها كام؟ من 3 اسابيع لشهر. خلاص عملنا الجوله الثانيه وعملنا المرحله الثانيه، وبعدين دخلنا المرحله الثالثه معماري انشائي الكتروميكانيكال وهكذا، وعملنا المرحله الثالثه، وبعدين المرحله الرابعه الفاينل برودكت. هل بقى ما فيش مشاكل؟ لا في مشاكل، بس المشاكل الناتجه مشاكل قليله. لو انا عندي مشكله ان هو هعرف اتداركها هنا ماشي، وهبدا من الصفر من الناحيه دي، والمشكله اللي هقابلها هنا هو هتكون برضو قليله، فالكوست بتاعها هيكون قليل والتايم بتاعها هيكون قليل وهكذا، وهعرف اعالجها انا اهو، وهتحرك للجوله الثالثه او السبرنت رقم 3، وانا يعني ايه مفيش معايا مشاكل، وفي نفس الوقت انا اوريدي يعني في عندي ترانسبيرنسي، خلاص الناس كلها شايفه بعضها والناس كلها شغاله من الاول، مفيش مفاجآت، انا ما عنديش مفاجآت، فعندي الريسك قليل. يعني حتى في مجال التسعير عامه، لو لما يكون مثلا في سبلاير او مقاول بسعر لاي مشروع، لو الريسك عنده عالي بيضرب الرقم في عالي نتيجه ان هو في حاجات كتير بالنسبه له مبهمه، لكن لو الريسك عنده قليل بيخلي ايه القيمه بتاعته او قيمه العقد بتاعته او قيمه العطاء بتاعه قليل، فبالتالي عنده فرصه انه يكسب العطاء ده. فانت شغلك بالاجايل برضه كويس للمقاولين عامه، في مرحله العطاءات ان انت اوريدي بتعرف تقدم نتيجه ان الريسك اللي عندك قليل ناتج عن التغييرات، فانت بتقدم سعر قليل، فبالتالي عندك فرصه احسن في انك تكسب العطاء وهكذا. خلصنا ايه الاجايل عامه، هندخل على السكرام. ايه السكرام بقى ده؟ الاجايل هي عباره عن مبادئ وفاليوز زي ما احنا قلنا. انت دلوقتي او انا دلوقتي عرفت الفاليوز وعرفت المبادئ وخدتها عندي في الشركه وعايز اطبقها، خلاص اطبقها. يعني هو الراجل بيقول لي انت عندك مبادئ كذا 1 2 3 4 لغايه 12، وعندي فاليوز كذا 1 2 3 4، خدها طبقها. فانا خلاص انا هاخدها هطبقها. فناتج عن كده ايه؟ ان كل واحد بيطبقها بطريقته. في ناس بيطبقوها باللين، في ناس بيطبقوها بسكرام، في ناس بيطبقوها بكانبن، في ناس بيطبقوها بطرق تانية. فكل دي او كل دول ده عباره عن فريم ورك تحت ايه؟ تحت الاجايل. يعني الاجايل هي الفكره الاساسيه او الميثودولوجي الاساسيه او المنهجيه الرئيسيه، وتحت منها ايه؟ تحت منها فريم وركس طرق تطبيق. انا بطبق مبادئ الاجايل بالسكرام، انا بطبق مبادئ الاجايل بالكانبن. انا مش عايز الناس دي كلها، انا عامل طريقه خاصه بيا في الشركه وبطبق بيها منهج الاجايل، خلاص عادي مش مشكله، ممكن ما تتبعش اي الكلام ده كله، لكن انت عندك مبادئ الاجايل بتتبعها، خلاص بتقسم المشروع لاقسام وهكذا ماشي. انت عندك مبادئ الاجايل اوريدي شغال بيها، لكن انت الفريم ورك بتاعك غير الناس دي كلها ماشي. بس احنا ليه بنفضل الطريقه دي؟ لان الطرق دي طريقه مجربه بقالها سنين، والناس جربوها واثبتت نجاحها، وفي نفس الوقت اتطورت. فبدل ما ابدا من الصفر ابدا من حيث انتهى الاخرون، ابدا على حاجه اوريدي طبقت، حاجه اوريدي بيتعمل فيها سيرتيفيكيتس وزيها زي البي ام بي مثلا كده. يعني السكرام مثلا ده في منها شهادات زي البي ام بي، تقول انت سيرتيفايد مثلا سكرام وهكذا. فكونك ان انت شغال بالمبدا ده خلاص انت اوريدي مبدا مجرب، واوريدي انت ليه ريفرنسز كتير قوي عامه سواء على النت او بره، فبالتالي يستحسن ان انت تبدا في حاجه جاهزه بدل ما تبدا بحاجه من الصفر. هنا لو هنشوف هنا دي الطرق المختلفه او الفريم ورك المختلفه اللي احنا بنطبق بيها الاجايل. السكرام هنا وهنا تقريبا 58 و10 بتتكلم في 68، يعني حوالي 70%. 70% عملوا استبيانات، 70% من الاشخاص او المؤسسات والشركات اللي بتطبق الاجايل بتطبق السكرام كفريم ورك. يعني انا عندي كفريم ورك بس بطبق بيه الايه الاجايل زي ما اتفقنا. السكرام مش هو الاجايل، الاجايل ده عباره عن فكره عامه مبادئ، لكن السكرام عباره عن ايه؟ عباره عن فريم ورك.
انا بطبق الاجايل بالسكرام، بطبق الاجايل مثلا بالكانبان، بطبق الاجايل باللين ديفلوبمنت وهكذا. دي كيفيه تطبيق الايه الاجايل وليس الاجايل. فالمهم دخلنا ايه، خلصنا كده. السكرام ده عباره عن ايه؟ السكرام ده من زي ما قريناه اهو، سكرام از فريم ورك ذات هيلبس تيم ورك توجذر، عباره عن فريم ورك بيخلي الناس تشتغل مع بعضها. ماتش لايك ريجبي تيم، زي الريجبي تيم اللي هي وير اتس كيتس اتس نيم. في لعبه الريجبي الحركه دي او اللي هم عاملينه ده، اللي هم عاملينه دول، ده اسمه سكرامينج، اللي هم ايه، الفريق كله متكتل او على الكوره او على هدف معين، بحيث انهم كلهم سيلف اورجنايزد، كلهم مركزين على هدف واحد. فبالتالي جاء موضوع فكره او لفظ السكرام. السكرام نفس الكلام، عباره عن مجموعات ليها هدف واحد كلهم ملمومين عليه، بحيث ان هم ايه يعني يعملوه. هنا السكرام، السكرام بيعمل ايه؟ سكرام ديفايدز بروجكت اكوردنج تو ريكوايرمنتس يوزر ستوري اند ديسبلايز ذيم ان ذا ورك فلو او ان اور ورك فلو. السكرام عامه بيقسم المشروع لريكوايرمنتس. انت عندك مثلا مشروع هتعمل مثلا موديل لفيلا، فبقسم الموديل لفيلا دي، الموديل لفيلا الى ريكوايرمنتس، الى مثلا 20 ريكوايرمنتس، الى 30 ريكوايرمنتس، 40، ايا كان، بحيث ان انا مثلا ايه كل حاجه يعني كل ريكوايرمنتس دي بس ليها مسمى في السكرام اسمها يوزر ستوري. اليوزر ستوري ده عباره عن ايه، ريكوايرمنت من ضمن الريكوايرمنتس الخاصه بالايه، الخاصه بالمشروع ده. لو انت هتشتغل فيلا، هتشتغل عماره، فانت مقسمها لايه، لطلبات. الطلبات دي بتتقسم كلها بحيث مثلا الفيلا دي كلها عباره عن مثلا ايه، او العماره عباره عن 60 طلب، 60 ريكوايرمنتس. السكرام تيم ار كوميتد تو جنريت ديليفربلز ات ذا اند اوف ديفرنت سايكل كولد سبرنت. التيمز اللي هم بيشكلوا السكرام اللي احنا اتفقنا اللي هم عباره عن دول مسؤولين ان هم يستوفوا او يحققوا يعملوا deliverables او يعني تسليمات لبعض الايه، لبعض اليوزر ستوري ده. يعني انت عندك مثلا 60 يوزر ستوري، قسمناهم 5 5 5، فالخمسه ستوري دول التيم ده هياخدهم وهي ايه هيعملوا. لو قرينا برضو التعريف بتاع سكرام، a framework within which people can address complex adaptive problems، عباره عن فريم ورك الناس فيه بتعرف او يعني بتعمل complex problems بحيث ال productivity وال creativity delivering product of the highest possible value. ان انت بتسلم الحاجات في ايه، بجودة عالية وب productivity عالية. زي ما قلنا قبل كده الاجايل عبارة عن sprints او دورات. فانت عندك هنا دورة اتنين تلاتة، الدورة دي ده اللي هنطبق عليها ايه السكرام، وهكذا نطلع منها على الدوره دي، نطلع منها على الدوره دي. الدوره دي لو احنا عملنا عليها زوم بحيث ان احنا هنطبق عليها الايه، هنطبق عليها السكرام، هيبقى بالشكل ده. نشرحها خطوه خطوه. المسميات دي كلها دي مسميات موجوده في السكرام. يعني السكرام عامل زي ايه، زي ديفينيشن كده اهو خاص بيه. في حاجه اسمها مثلا برودكت اونر، في حاجه اسمها سبرنت باك لوج، في حاجه اسمها برودكت باك لوج. هنمشي معاها خطوه خطوه وهنعرف هي عباره عن ايه. هنا في حاجه اسمها برودكت باك لوج اللي هي الفيتشر او الريكوايرمنتس الخاصه بالمشروع. المشروع بتاعك ده عباره عن مثلا 10 ريكوايرمنتس، او هنا مثلا 3 ريكوايرمنتس، ده الايه الريكوايرمنت بتاعتي. بعمل حاجه اسمها سبرنت باك لوج ستوريز، بمسك جزء منها واعمل لها سبرنت معين. يعني السبرنت الاولاني ده اخد اتنين ريكوايرمنتس، ده انا هشتغل عليهم الاول، وبعدين ادخل هنا في الايه التيم. التيم ده عباره عن ايه، عباره عن تيم واحد اسمه برودكت اونر، والتاني اسمه اللي هو سكرام ماستر. ده التيم عامه اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو وحده السكرام نفسها. وهنعمل حاجه اسمها سبرنت او دوره هننفذ فيها
جزء من المتطلبات اللي هي الجزئية دي بس هننفذها في خلال فترة من ايه؟ من 1 لـ4 أسابيع. ماشي؟ خلال الدورة دي في عندنا في حاجة اسمها ديلي ستاند اب او ديلي سكرام ميتنج. ده كل يوم الصبح قبل ما نبدأ شغل بنشوف ايه اللي عملناه امبارح، ايه اللي هنعمله النهارده، ايه المشاكل اللي احنا قابلناها بحيث ان احنا نتجنبها. ده تقريبا ربع ساعة او 10 دقايق. خلاص. قبل الكلام ده كله في حاجه اسمها معلش سبرنت بلاننج. سبرنت بلاننج ان انت بتقعد الاول كل اطراف كل التيم بتاع السكرام بيقعد مع بعضه ويعمل بلاننج للايه؟ للدوره دي او للسبرنت. هنا الدوره يعني سبرنت. ماشي؟ ده كمسمى ايه؟ مسمى خاص بالسكرام. فبنعمل بلاننج للسبرنت ده. هنعمل فيه ايه؟ ايه الريكويرمنتس او ايه اليوزر ستوري؟ ما فيش حاجه اسمها ريكوايرمنت، ما فيش حاجه بقى اسمها ريكوايرمنت، في حاجه اسمها يوزر ستوري. ايه اليوزر ستوري اللي انا هنفذها؟ هنفذها خلال قد ايه؟ ايه تفاصيلها؟ ايه التاسكات اللي المفروض اعملها؟ ايه الديفينيشن اوف دان؟ يعني انا عشان اكون خلصت الكلام ده كله اعرف منين انا خلصت الريكوايرمنت دي عشان اخلصها، او اليوزر ستوري ده عشان اخلصه. اقول لك انا خلصت، طب خلصت بناء على ايه؟ خلصت ان انا عندي مثلا تشيك ليست 1 2 3 4. لو التشيك ليست كلها جاهزه خلاص يبقى انت كده ايه؟ خلصت الايه؟ خلصت اليوزر ستوري. ونبدا الجوله دي او نبدا الدوره دي كل يوم في حاجه اسمها ديلي ستاند اب عباره عن ربع ساعه وهكذا لغايه ما نوصل لغايه الايه؟ الاخر. ونسلم ايه؟ نسلم البرودكت بتاعنا او ما يسمى الانكريمنت اللي هو التسليم المرحلي. خلاص؟ خلال الدوره نتيجه ان في تغييرات بتتم فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ برودكت باك لوج ريفاينمنت او ابديت. البرودكت باك لوج بنعمل له تحديث نتيجه خلاص ان دخلنا في الموضوع وعرفنا الدنيا فيها ايه، حصل تعديلات فعملنا تعديل في الايه؟ في البرودكت باك لوج اللي هو الاولاني. لما نخلص الدوره دي في حاجه اسمها سبرنت ريفيو. بنعمل ايه؟ بنقف ونشوف احنا عملنا ايه في الجوله دي او في السبرنت ده. احنا عندنا مثلا في 10 يوزر ستوري عملناهم، قيمناهم، خلصوا، هل في تغييرات، هل حصل ايه، وهكذا. سبرنت ريتروسبكتيف ده حاجه زي تقييم. انا قبل ما ابدا السبرنت اللي بعديها لازم اقيم نفسي، اشوف ايه الحاجات اللي عملتها وايه المشاكل اللي قابلتها وايه الحاجات الكويسه اللي المفروض ازودها وايه الحاجات السيئه اللي المفروض اتجنبها وهكذا. فدي دورة السبرنت عامة اللي هي أساس السكرام. دي الدورة دي بتتكرر مرة اتنين تلاتة أربعة لغاية ما يخلص المشروع. دلوقتي هندخل تاني هنشوف بقى المسميات دي بصورة أكثر تفصيلا. ده السكرام تيم. السكرام تيم عبارة عن إيه؟ في حاجة اسمها سكرام ماستر. سكرام ماستر ده اللي هو الليدر بتاع التيم. ده التيم بتاعك اللي هو مكون من 6 أشخاص، 5 وهكذا، قول مثلا من 4 لغاية 10. ده التيم بتاعك. خلاص؟ الوحدة بتاعتك. الوحدة دي ليها تيم ليدر أو بيم كوردينيتور. خلاص؟ هو ده وظيفته أو ده المسمى بتاعه سكرام ماستر. وهنا حاجة اسمها برودكت اونر. برودكت اونر ده الشخص المعني المسؤول مع التواصل مع الاونر ومعرفه الريكويرمنتس الخاصه بيه، وفي نفس الوقت هو برضه اللي بيسلم للاند يوزر المنتج بتاعه. هو اقدر شخص على معرفه الريكويرمنتس الاساسيه او اليوزر ستوري على حسب مسميات السكرام اللي انت هتنفذها. يعني هو ده يعني ايه؟ نقطه الوصل ما بينك وما بين الكلاينت. الناس اللي هنا يعني ما بتواصلوش مع الناس اللي هم الستيك هولدر اللي فوق غير في التسليمات ممكن، لكن معرفة الاحتياجات، معرفة المتطلبات، معرفة ايه المطلوب يتعمل، لا، عن طريق البرودكت اونر. طبعا ده زي ما قلنا ده الفريم ورك بتاع السكرام. ده اللي هو متعارف عليه. سكرام تيم the fundamental unit of scrum is a small team of people. اللي هو سكرام تيم الوحدة بتاعت السكرام هي السكرام تيم. بتكون ايه؟ بتكون سكرام ماستر وبرودكت اونر، ده واحد وده واحد، اند ديفلوبر. الديفلوبر ده عشان احنا نتكلم، طبعا احنا عارفين زي ما قلنا اساس السكرام هو عباره عن ايه؟ سوفت وير.
فبالتالي بيتكلم عن الديفلوبر اللي هم الناس اللي هم المطورين بتوع السوفت وير. لو هنتكلم هنا ده الكاستمر اور كاستمر ريبريزنتيف، ده اللي هو البرودكت اونر، ده الممثل المالك، ده البرودكت اونر، ده المكافئ ليه. لو انت هتطبق بيم ده عباره عن ايه، بروجكت مانجر او البيم مانجر على حسب حجم المشروع. هو اللي ايه، هو اللي بيتقابل او هو اللي بيعرف learn about the final product or service that you want to obtain and how it should be. هو اللي عنده معرفه بالبرودكت النهائي وازاي هيتسلم. define scheduling and delivery schedule، هو برضو اللي بيعمل scheduling والdelivery schedule. التيم ليدر او السكرام ماستر ده اللي هو ايه، ده اللي هو ليد اورجنايزد وجيف سبورت تو ريست اوف ممبر. هو اللي بيليد التيم بتاعه، هو اللي بيعمل او بيعمل يعني او اورجنايز ليهم، هو اللي بيديهم سبورت. هو مش مدير، هو ليدر، هو بيعرف ايه، بيذلل العقبات. يعني اي مشاكل عندك هو اللي ايه عنده قدره او ايه يحلها لك، مش مدير. لان السكرام او الاجايل عامه هي عباره عن ايه، عبارة عن سيلف اورجنايزد، يعني كل واحد مدير نفسه. implementation team it's formed by the rest of professional، ده التيم بقى نفسه، ده اللي بينفذ او ده اللي بيشتغل، ده اللي هو متكون من البروفيشنال with execution rules in the project، اللي هم عندهم ادوار في المشروع نفسه. is multidisciplinary and is responsible as a team not individually، كلهم مسؤولين على الموضوع ده كتيم. ده المكافئ ليه في البيم، عباره عن انتجريتد ديزاين بروجكت تيم، ده المسمى الاساسي ماشي، وده المكافئ ليه لو انت هتطبقه في البيم. هنتكلم دلوقتي على ما يسمى البرودكت اونر اند برودكت باك لوج. البرودكت باك لوج زي ما احنا قلنا، نقراها بسرعة. The product backlog is an ordered list of everything that is known to be needed in the project. عبارة عن لستة بجميع الاحتياجات الخاصة بالمشروع. A single source of requirements، هو المصدر الوحيد للإيه؟ للـ requirements. مفيش حاجة، مفيش requirements تانية تيجي بره الـ product log. For any change to be made to the product، أي تغيير هيتم لازم يتم عن طريق الإيه؟ الـ product backlog، اللي هي لستة بجميع الايه، بجميع المتطلبات، بجميع الطلبات. مين المسؤول عنها بقى؟ The product owner is responsible for the product backlog. المسؤول عنها، الشخص الوحيد المسؤول عنها هو البرودكت اونر، هو العنصر الوصل ما بينك وما بين الكلاينت. هو اللي بيعرف هو اللي بيعرف المنتج، هو اللي بيعرف الريكويرمنتس، هو اللي بيعرف الكلام ده كله. الكلام ده كله ممكن يتعمل له ريفاينمنت بعدين عن طريقك انت كتيم او سكرام ماستر او كتيم، لكن هو اللي بيحط الايه، الحجر الاساس او أول نقطة. يعني هنا المرادف ليها في البيم اللي هو the list of BIM design requirements that are needed to achieve a certain release and prototype. لو أنت عندك list لل design requirements، أنت مثلا المفروض هتسلم مثلا موديل مثلا المرحلة الجاية، الليست مثلا اللي هي كل الطلبات الموجودة في الموديل دي، هي دي ما يسمى ال product backlog اللي هي ده. يعني هنا ال product owner بيعمل ما يسمى البرودكت باك لوج. المسميات دي كلها مسميات سكرام، يعني احنا مش مخترعينها، ده اللي هو ايه اللي هي لما نتكلم بيها. بعدين هنتكلم على السبرنت بلاننج ميتنج. بنعمل ميتنج علشان نعمل سبرنت بلاننج. انت دلوقتي المشروع بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن سبرنتس كذا واحده، عباره فعاوزين نعرف انت هتنفذ المشروع في كام سبرنت، والسبرنت ده ايه اليوزر ستوري اللي فيه، او ايه الحاجات اللي انت هتعملها في الايه، في السبرنت ده. ده بيتم فيما يسمى السبرنت بلاننج ميتنج. بنعمل ميتنج، بنطلع من الميتنج ده عباره بلسته ضخمه، عباره عن سبرنت واحد، سبرنت اثنين، سبرنت ثلاثه. السبرنت واحد ده في ايه، في يوزر ستوري واحد اثنين ثلاثه. سبرنت اثنين في يوزر ستوري مثلا اربعه وخمسه وسته وهكذا. The work to be performed in the sprint is planned as a sprint planning. اي شغل هيتعمل في السبرنت ده بيتم تخطيطه فين؟ في السبرنت بلاننج. This plan is created by the collaborative work of the entire Scrum team. البلان ده بيتم، مين اللي بيعمله؟ جميع الأطراف بتوع الإيه؟ السكرام تيم.
sprint planning is time boxed to a maximum of 8 hours for 1 month. السبرنت ميتنج ده عشان ما تبقاش مفتوحه هي عباره عن ساعتين اسبوعيا، فلو انت عندك السبرنت مدته 4 اسابيع فبتتكلم 2 في 4 ب 8 ساعات، لا تتجاوز ال 8 ساعات. ماشي. For a shorter sprint the events is usually shorter. طبعا كل ما يقل السبرنت كل ما الايه كل ما الايفنت نفسه او الميتنج بيبقى قليل. Scrum Master ensure that the event take place and the attendants understand its purpose. السكرام ماستر او التيم ليدر بتاع الفريق نفسه لازم يحرص ان جميع الناس حاضرين وكل الناس فاهمه ايه اللي بيجرى، ايه اليوزر ستوري ده، عشان كل واحد يدي تعليقاته. اليوزر ستوري دي لو انتوا تعمقتوا في موضوع السكرام هتلاقي لا انت فيها تقييم، في تقييم بيتم اليوزر ستوري، بنديها بوينتس وهكذا، بنعرف ايه اللي فيها. الكلام ده كله لازم يتم قدام كل الناس بحيث الناس كلها تعرف، بحيث الناس كلها تعرف الايه، تعرف ايه ايه محتويات اليوزر ستوري دي. الترجمه بتاعتها او الاسقاط بتاعها على البيم. This event or ceremony requires to establish a plan of different cycle sprint in which the different BIM prototype deliveries will be submitted to the clients. نفس الكلام عباره عن ميتنج، عباره عن زي ايفنت بيتم فيه تعريف الايه، تعريف الريكويرمنتس الخاصه بالدليفري انت او deliverables. انت هتسلم حاجه فانا عندي دي لسته او مش لسته، التوزيع بتاعها ازاي. السبرنت الاولاني هنسلم ده، السبرنت الثاني هنسلم كذا وهكذا. هنا سبرنت باكلوج، باكلوج اللي هي لسته، والسبرنت باكلوج ده عباره عن ايه؟ عباره عن جزء من البرودكت باكلوج. البرودكت باكلوج عباره عن ايه؟ نفترض 40 مثلا يوزر ستوري. السبرنت باكلوج عباره عن 4 او 5، عباره عن جزء من ده. انا هاخد 4 او 5 يوزر ستوري من هنا واحطهم في السبرنت باكلوج علشان ابدا بيهم السبرنت بتاعي. السبرنت باكلوج is set of product backlog item، عباره عن مجموعه من البرودكت باكلوج ايتم selected for the sprint، تم اختيارها للسبرنت ده. انا بختار من هنا مجموعه جزئيه عشان انفذها هنا. طبعا عرفت منين هختار ايه؟ عرفت عن طريق السبرنت بلاننج. في البلاننج انا عرفت ان السبرنت رقم واحد هتاخد الريكويرمنتس او يوزر ستوري 1 2 3 4 هاخدهم عشان ابدا بيهم الدوره بتاعتي او السبرنت بتاعي. ايه تاني؟ plus a plan of delivering the product increment and realizing the sprint goals، علشان بالاضافه الى بلان كيفيه تطبيق الايه التسليم ده وتحقيق الهدف بتاع السبرنت. sprint backlog is a forecast by the development team about what functionality will be in the next increment and the work needed to deliver that functionality into a done increment. نفس الكلام السبرنت باكلوج عباره عن توقع من الديفلوبمنت تيم على الوظيفه او الفانكشناليتي الخاصه بالانكريمنت دي، يعني الانكريمنت دي او الجود او الديليفربلز او التسليمه دي هيكون فيها ايه. لو على هنسقطها على البيم عباره عن ليست اوف ريكويرمنتس ذات ديزاين تيم هاف تو اكومبليش ان اوردر تو كرييت ا سيرتن سبرنت بارت اوف ريليز بيم بروتوتايب. لو انت عندك جزئيه، عندك بيم بروتوتايب، عندك تسليمه، خلاص الليستة بتاع التسليمة دي هي دي ايه؟ هي دي السبرنت باكلوج. بعدين هندخل بقى في السبرنت نفسه. السبرنت نفسه ده اللي هو تقريبا 80% 80% من الوقت كله قايم في السبرنت. عبارة عن تايم بوكس اوف 1 مانث، عبارة عن شهر كامل بنعمل بيه السبرنت ده. ماشي. In which a done usable and potentially releasable product increment is created. الغرض منه ان احنا بنطلع increment done خلصان. sprint have consistent duration throughout a development effort. الوقت بتاع السبرنت ده وقت ثابت. a new sprint start immediately after the conclusion of the previous sprint. السبرنت اللي بعديها بتبدا على طول بعدها. نخلص من دي على طول continuous 1 2 ورا، يعني 1 2 3 ورا بعض، كله ورا بعض. No change are made that would endanger the sprint goal. ال change هنا مش مسموح بيه اللي هو ال change الايه الاساسي. انت خلاص عندك user story بتنفذها،
اوكي في تغييرات بتتم، لكن تغييرات قليله، ما بتحددش الايه السبرنت، ما بتغيرش التارجت. لو التغيير ده هيغير التارجت، لا لازم واقفه، لازم نعمل يا اما نعيد تخطيط الموضوع ده، يا اما في حاجه تتم. لكن التغيير عامه غير مسموح، غير في اضيق الحدود في الايه، في على مدى السبرنت ده. كواليتي جولز دونت ديكريز، الهدف بتاعنا طبعا الكواليتي، وهكذا. هنا يوجوالي ان بيم ديزاين وي شود كرييت 1 تو 2 ويكس. عامه لو احنا اسقطنا الكلام ده على مستوى البيم، احنا ما بنحتاجش 4 اسابيع، بنحتاج اسبوع اتنين عشان نعمل كوردينيشن. يعني لو انت بتعمل كوردينيشن ما بينك وبين الاطراف، مش هقعد اصبر شهر لغايه ما اخلص اعمل جوله كده اهو واعمل كذا، لا، كل اسبوع او اتنين بعمل سبرنت، وهكذا. ده الديلي سكرام، ده عباره عن ايه؟ كل يوم الصبح قبل ما نبدا السبرنت بتاعنا او قبل ما نبدا الشغل بتاعنا، بنقف مع بعض ونشوف ايه اللي احنا عملناه امبارح، ايه اللي احنا هنعمله النهارده، ايه العقبات اللي كانت موجوده المفروض ايه تذلل. ماشي، عباره عن 15 دقيقه ماكسيمم، بس ضروريه يعني، عشان بحيث الناس كلها تبقى ماشيه على خطى واحده، كل عارف احنا كنا فين ورجعنا فين او رايحين فين. The daily scrum is a 15 minutes time boxed event for the development team، عباره عن 15 دقيقه. ماشي، daily scrum is held every day of the sprint، كل يوم لازم الديلي سكرام بيتعمل. طبعا الكلام ده احنا شغالين على ايه، منهجيه السكرام. احنا كده لو احنا عاوزين نطبق السكرام ده المفروض يتعمل. At 8 the development team plans work for the next 24، بنخطط فيه احنا هنعمل ايه في ال 24 ساعه. ماشي، this optimizes team collaboration and performance by inspecting the work since the last daily scrum and forecasting upcoming sprint work. خلاص، ده بيعزز اللي هو التعاون والانتاجيه بتاعه الايه، بتاعه الافراد نفسها. Daily scrum is held at the same time and place each day to reduce complexity. كل يوم في نفس الميعاد، في نفس المكان الديلي سكرام لازم تتعمل. خلصنا السبرنت، خلاص. لما نخلص السبرنت في حاجه اسمها سبرنت ريفيو، تقييم. عاوزين نعمل مراجعة، مش تقييم، معلش، عاوزين نعمل مراجعة ايه اللي احنا عملناه. عبارة عن زي ما قلنا من ساعة لأربع ساعات. ماشي، بنشوف ايه done functionalities، بنتأكد ان كل الحاجات اللي عملناها done. انا عندي يوزر ستوري، عندي مثلا 5 يوزر ستوري، بقيمهم كلهم، خلاص done، خلصوا. updated product backlog، طبعا نتيجة ان الرؤيه مش واضحه قوي او ما كانتش واضحه قوي، فالباك لوج بتاع او البرودكت باك لوج بيحصل له ايه، عمليه ابديت او ابديتنج. فبنعمل في الاخر خالص بنحدث الباك لوج او البرودكت باك لوج في نهايه كل سبرنت. نيكست سبرنت بلاننج ديت، وبنحدد الايه السبرنت اللي جايه. مين اللي بيحضر فيها؟ برودكت اونر، سكرام ماستر، تيم، اذرز، اذر اللي هم الستيك هولدرز، اللي هو ممكن البرودكت اونر، ممكن اي ستيك هولدرز. هنا لو هنقرا بسرعه، بيربوس، ثانيه واحده، ارفع بس دي. ايوه، بيربوس اوف ذا سبرنت ريفيو از تو انسبكت اوت كم اوف سبرنت اند ديتيرمين فيوتشر ادابتيشن. الهدف منها ان احنا انسبكت الاوت كم، بنعمل فحص لما تم عمله خلال السبرنت ده، اند ديتيرمين فيوتشر ادابتيشن، وبنعرف ايه اللي هيحصل او الادابتيشن اللي احنا هنعمله نتيجه اللي حصل ده في المرحلة المستقبلية. The Scrum team presents the results of the work to key stakeholders and progress towards the product goal is discussed. The Scrum team بيعرض ال result اللي هو عمله أو ال increment اللي هو عمله في ال إيه في ال sprint دي to key stakeholder، ال stakeholder اللي هم ال key اللي هم الأساسيين أو الرئيسيين، and progress toward the product goals، وبنوضح له ال progress أو التقدم بتاعنا في اتجاه الإيه، الهدف الخاص اللي إحنا أو اللي إحنا حددناه في الأول. اللي بعديه، معلش احنا عملت سلايد مرتين. لما بنخلص من السبرنت في عندنا حاجه اسمها برودكت انكريمنت، او التسليم المرحله او المنتج الخاص بالايه بالسبرنت ده، ده اسمه ايه، برودكت انكريمنت.
ده اللي احنا اتكلمنا عليه. ده حاجه اسمها سبرنت ريتروسبكتيف، ده عمليه تقييم ل السبرنت بتاعنا، بنسال نفسنا الاسئله دي: وات وركد ويل، ايه الشيء اللي تم كويس. ده زي كواليتي اشورنس عشان نضمن او بنزود كفاءه السبرنتس اللي جايه. يعني انا عندي دلوقتي عملت سبرنت، فعندي طلعت منها بايجابيات وسلبيات، عاوز اعرف ايه هي الايجابيات وعاوز اعرف ايه هي السلبيات، الايجابيات عشان اعززها والسلبيات عشان اعالجها عشان السبرنت اللي بعديها بتكون ايه، بتكون احسن، وهكذا 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 وهكذا. يعني عمليه تطوير مستمر، ما هي الا تطوير مستمر. فبنسال نفسنا الاسئله دي: وات وركد ويل، ايه اللي تم كويس في السبرنت دي، وات كود بي امبروفد، ايه اللي ممكن يتحسن، How will it be improved؟ ازاي هنحسنها؟ ماشي؟ Scrum team members make actionable commitment. ال Scrum team هم اللي بياخدوا ايه؟ اللي هو بيتعهدوا بالاكشن او بالفعل او الافعال او الافعال اللي هي الخاصه بيها، ان انت هتنفذ الكلام ده. The purpose of the sprint retrospective is to plan way to increase quality and effectiveness. الهدف منها ان احنا بنزود الكواليتي والافكتفنس والفعاليه. كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الاسكرام. زي ما احنا شفنا، عشان بس نرجع بسرعه ملخص سريع في الاسكرام، هي دي دوره الاسكرام عامه. زي ما قلنا في حاجه اسمها برودكت باك لوج شرحناه، سبرنت باك لوج، سبرنت بلاننج، السبرنت نفسه، الديلي سكرام ماشي، البرودكت باك لوج ريفاينمنت، عندنا حاجه اسمها سبرنت ريفيو، سبرنت ريتروسبكتيف، عندك الانكريمنت ماشي، او الانكريمنت اللي هو ده. خلاص، دي وحده بناء السكرام اللي هي اللي انت بتعملها، اللي هو السبرنت ده. خلاص، الوحده دي بتتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه. زي ما قلنا، دي فكره الاجايل عامه. فكره الاجايل عامه ان انت بتقسم المشروع لاقسام صغيره بحيث ان انت عندك قدره على التحكم فيها. عشان كده جاء اسمها اجايل، انها انت عندك، انت رشيق، انت عندك قدره على التفاعل مع التغييرات، عندك رد فعل سريع وهكذا، بتغير حركتك بمنتهى السهوله. الكلام ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ان انت تقسم المشروع تقسيمات صغيره بحيث ان انت عندك قدره عاليه على ايه؟ المناوره. فبالتالي بتكون اجايل، بتكون رشيق. ماشي، ندخل بعد كده في النقطه الثالثه او الرابعه اللي هي كانبان. ايه الكانبان ده؟ الكانبان ده عباره عن نفس فكره الاسكرام ماشي، عباره عن فريم ورك، بس احنا مش هنعوز منه النهارده غير حاجه بس بسيطه، اللي هي البورد بتاعه، ان احنا كيفيه اظهار المعلومات. قبل ما ندخل في الكانبان، معلش، انت دلوقتي خلصت الايه؟ خلصت الاسكرام، هنبدا بالاسكرام. الكلام ده كله هنكتبه ازاي؟ يعني مثلا البرودكت باك لوج هنكتبه ازاي؟ السبرنت بلاننج هنعملها ازاي؟ هنكتب مثلا في ورق اي 4 كده اهو، ونوزعها على بعضها، او ونوزعها على بعض كده وهكذا. ممكن بس هل هيكون في عنده او هتكون ليها فعاليه عاليه؟ مش هتكون ليها فعاليه عاليه. فبنستخدم الطريقه اللي هي اسمها كانبان. كانبان ده عباره عن ايه؟ ده زي ما قلنا، ده زي السكرام، بس احنا مش هندخل فيها كفريم ورك، هندخل فيها ك طريقة شغل أو تول عامة. كانبان دي كلمة ياباني معناها ساين بورد أو لوحة أو بورد، يعني ساين عبارة عن لوحة كده، أو اللي هي اللي أنتوا عارفينها كلها. بنعمل فيها إيه؟ بنحط فيها أو بنحط عليها ستيكي نوتس، اللي هي دي، اللي هي الورق الصغير ده اللي هو 10 سم في 10 سم اللي هو موجود على المكاتب ده، تكتب فيه الحاجات اللي أنت عايزها وتعلقها. هو ده الكانبان. In the Kanban method, your project tick visualized as sticky notes known as Kanban card on a board. بنحط ما يسمى Kanban card على البورد، بحيث ان انت دي زي ما بتقول ايه، اسلوب اداره. انا بدير حاجه بديرها عن طريق الكانبان، بحط بورد كبير، بحط عليه الستيكي نوتس ماشي، الريكويرمنتس بتاعتي، اليوزر ستوري بتاعتي، الخطه بتاعتي، المراحل بتاعتي، بحطها كلها بترجمها على البورد. امتى بدأ الكامبان؟ بدأ من الخمسينات من القرن اللي فات ماشي، بدأ في شركة تويوتا. تعرف اليابانيين أصلا منظمين جدا، وشركة تويوتا ليها باع كبير في موضوع المانجمنت عامة، وفي كذا حاجة باسمها
من ضمن الحاجات دي اللي هي الكانبان، هي أول شركة طبقت مبدأ الكانبان، وبعدين بدأ يتطور وهكذا 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 لغاية دلوقتي ما أصبح يعني إيه منتشر جدا في شركات كتير جدا. الكانبان إحنا هنعمل بيه الكلام ده، الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، يعني عندنا يوزر ستوري ماب، عندنا سبرنت بلاننج، عندنا سبرنت باك لوج، الكلام ده كله هنعمله ايه في الكانبان. عندنا بورد مثلا في الكانبان هنحط عليه اللي هو الستيكي نوتس دي، بحيث نعمل السبرنت باك لوج، بحيث نعمل السبرنت بلاننج، بحيث نعمل اليوزر ستوري ماب، بحيث نعمل برودكت باك لوج. هنستخدم الكانبان علشان نعمل اللي احنا اتعلمناه فين في السكرام. السكرام ده شرح لك حاجه لكن ما قالكش انت بتعملها ازاي، اكتبها في ورق اي 4 ما اعرفش اي حاجه، لا هو ما قالكش، هو قال لك في حاجه اسمها سبرنت باك لوج، هتعملها ازاي؟ اعملها زي ما انت عايزها. لكن احنا هنا هنقول هنعمل الكلام ده بالايه؟ بالكانبان. ايه هو الكانبان؟ الكانبان ده هو ان انت عباره عن وايت بورد او ساين بورد بتعلق عليه ستيكرز او اللي هو ستيكي نوتس اللي هي الورق الصغير ده، ماشي؟ وكل ورق بيتكتب عليها حاجه، بيتكتب عليها يوزر ستوري، بيتكتب عليها اكشن، بيتكتب عليها تاسك، بيتكتب عليها اي حاجه على حسب يعني. ده شكل للمنتج النهائي مثلا كايه يعني، على سبيل المثال ده عباره عن البرودكت باك لوج اللي احنا اتكلمنا عليه في الاسكرام. هو ده عندك مثلا، ده دي اللي هي التسليمات الاساسيه، هنا تسليمات مثلا فرعيه، ده اليوزر ستوري، ده اليوزر ستوري الخاص ب الخاص مثلا بالنقطة رقم واحد. هنا التسليمة دي عبارة عن ثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول تحتيها الايه اليوزر ستوري دول، كل ده موجود تحت ده، موجود تحت ده وهكذا. ده ريليس 1، ده ريليس 2، ده ريليس 3. الكلام اللي احنا اتعلمناه قبل كده في السكرام احنا هنا بنعمله او بنظهره او بنوضحه على الايه، بنوضحه على البورد ده. ده شكل تاني برضو للبرودكت باك لوج اللي احنا اتكلمنا عليه في السكرام، نفس الكلام. مثلا ده مشروع اسمه مثلا هوم سيكر، ده مثلا برنامج معين عاوزين نعمله خاص بالايه يعني ابلكيشن على الموبايل، بندور فيه مثلا لو انت عايز تأجر البيت، تدخل مثلا عاوز تعمل سيرش على البيت ده، بتشوف مكانه، بتشوف سعره، بتشوف اي حاجة، بتشوف اي حاجة خاصة بيه. فهي دي البرودكت باك لوج بتاعته، يعني اول حاجه فايند هوم، انا عاوز اشوف ادور على بيت، بعدين بوك هوم عاوز احجز البيت، بعدين ستي ان هوم عايز اقعد في البيت وهكذا. فانت عندك ابلكيشن، فالابلكيشن ده بيعمل زي ايه؟ رود ماب ليك، يعني خارطه الطريق انت هتعمل ايه في المرحله الجايه؟ هتعمل 1 2 3 4، الكلام ده كله مترجم لستوري مابس او يوزر ستوريز، واليوزر ستوري دي نفسها متقسمه سبرنتات، سبرنت 1، سبرنت 2، سبرنت 3. اول سبرنت او ريليز، ده ريليز اولاني، ده ريليز الثاني، وريليز الثالث. ممكن الريليز نفسها بتتقسم لكذا سبرنت، مش مشكله، وهكذا، بحيث ان انت كل افكارك كلها ظاهره على ايه، ظاهره على البورد ده، ماشي؟ وممكن استغل البورد وش وظهر، يعني مثلا البورد الوش بتاعه اسم اليوزر ستوري، الظهر بتاعه ممكن كيفيه تقييم اليوزر ستوري او ما هي التاسكات الخاصه باليوزر ستوري. انا عشان اعمل اليوزر ستوري دي هعمل ايه؟ 1 2 3، عندي تشيك ليست 1 2 3، الكلام ده بيتكتب برضو على ظهر الايه؟ ورق، بحيث ان الناس كلها عارفه. واليوزر ستوري اللي خلصانه بتعمل عليها دان، بتحط في خانه تانيه وهكذا. فزي ما قلنا الكانبان ده عباره عن تول تستخدم علشان نطبق السكرام. هنا برضو شكل، نفترض البرودكت باك لوج اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هي جميل، اللي هي كل الريكويرمنتس الخاصه بالايه، بالمشروع بتاعنا. عندنا الريكويرمنتس بتاع من اول هنا لغايه اهو، خدنا الجزئيه دي بس وعملناها في السبرنت رقم واحد. عندنا كام سبرنت اهو؟ سبرنت 1 2 ان، يعني معانا شغال معانا خلاص. فالسبرنت واحد ده خدنا منه ايه؟ خدنا منه اربعه يوزر ستوري، شلناهم من هنا من على الكانبان بورد، حطيناهم فين؟ حطيناهم في السبرنت رقم واحد. خلاص اليوزر ستوري ده جنبه ايه؟ جنبه تشيك ليست او تاسكات خاصه بيه، يعني انا عشان اعمل ده عندي التاسك ده 2 3، بحطها برده بستيكي نوتس برده بلون مختلف، واكتب منهم ده خاص بده
وده خاص بده وهكذا. الحاجه اللي بتخلص وفي السبرنت رقم واحد ده الستيكي نوتس دي بتتحرك، تتحرك مثلا من كولوم للتاني، كل واحد على حسب يعني، على حسب خلصت ما خلصتش وهكذا. نخلص منها ندخل في السبرنت رقم اتنين، نخلص منها ندخل في السبرنت رقم تلاته وهكذا لغايه ما نخلص. دي طريقه زي ما قلنا لتطبيق الايه؟ السكرام. هنا مثلا السبرنت باك لوج عباره عن، نتخيل ده بورد بتاعنا خلاص، وده الستيك نورس الصفرة دي، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اليوزر ستوري بتاعتنا اللي احنا خدناها من الايه؟ من البرودكت باك لوج. البرودكت باك لوج اللي هو الايه؟ اللي هو الليسته الكبيره قوي اللي فيها كل اليوزر ستوري الخاصه بالمشروع. احنا خدنا منها كام؟ خدنا منها خمسه بس اللي هم خاصين بالسبرنت ده. والستيك نورس دي اللي هي الاكشنز او التاسكات الخاصه بالايه؟ خاصه بده. ماشي؟ انا في الاول خالص عند البورد كده اهو، بدات مثلا اشتغل، فاعمل تشيك اوت الحاجات دي كلها. اول حاجه ده نوت تشيك، ده نوت تشيك اوت، الحاجات دي لسه ما تعملش فيها اي اكشن. اي اكشن بيتحرك بشيل بشيل من الستيك نورس دي من هنا احطها نوع، اشيل ده من هنا احطه هنا، اشيل ده من هنا احطه هنا وهكذا. وهنا اعمل تقييم مثلا، يعني عارف، بحيث ان انت عندك الناس كلها بتتحكم او بتشتغل على ايه؟ على البورد ده اللي هي كانبان بورد. ده شكل للسكرام عامة يعني، ده تيم، ده تيم واقفين على البورد ده مثلا تقريبا بيعملوا اللي هو السكرام ريتروسبكتيف اللي احنا اتكلمنا عليه، بنشوف احنا عملنا ايه، بنشوف ايه الحاجات اللي المفروض نعمل لها انهانسمنت، الحاجات اللي المفروض نتجنبها وهكذا. اربع اشخاص عندك مثلا غالبا، دي مثلا دي اللي هي السكرام ماستر، ده اللي هو الكانبان بورد، وادي الستيكي نوتس كلها وهكذا. وادي لو شفت الناحية التانية هتلاقي يا اما بورد تاني لحاجة تانية او تيم تاني، ده تيم، ده تيم وهكذا. ماشي كده خلصنا ايه؟ خلصنا الكانبا. اتكلمنا اول حاجة على الاجايل عامة كمنهجية، واتكلمنا على السكرام كتطبيق للمنهجية، واتكلمنا على السكرام كتول بستخدمها علشان اعمل الايه؟ علشان اعمل او عشان اطبق السكرام. هنيجي على اخر حاجه اللي هي التريلو. ايه التريلو؟ التريلو ما هو الا كانبان بس ديجيتال، عباره عن بورد ديجيتال موجود على الانترنت، بحيث ان الكل بدل ما يكون انت عندك حاجه يعني فيزيكال عندك كده اهو، لا انت عندك حاجه ديجيتال. ليه ديجيتال؟ ان ظروف احنا بالنسبه لنا مثلا مثلا شغالين في مجال الانشاء، مفيش امكانيه ان الكل يقعد مع بعض في نفس المكان. يعني انا دلوقتي الناس بتوع الالكتروميكانيكال مش قاعدين معايا في نفس المكان، يعني ممكن يكون اصلا في بلد تاني اصلا خلاص، يعني مش هقول لك نفس المشروع او نفس البلد او نفس المدينه، لا في بلد تاني تماما. فالموضوع ده غير قابل للتطبيق. فالتريلو عامه، او مش تريلو، انك تحول الكانبان من شيء فيزيكال لحاجه ديجيتال، ده شيء يعني رائع، وفي نفس الوقت بيساهم في تطبيق السكرام على مدى اوسع. طبعا في برامج كتير جدا شغاله في الموضوع ده، او شغاله بموضوع الكانبان انها بتخليه من فيزيكال ديجيتال، زي مايكروسوفت. يعني مايكروسوفت عامله مايكروسوفت بلانر طبعا رائع يعني، بس ده طبعا بفلوس يعني. تريلو مجانا، هو مش مجانا، هو طبعا في مجانا وفي بفلوس، لكن المجانا الفيتشرز اللي فيه حلوه جدا يعني، كافيه وكافيه جدا يعني. يعني الفيتشرز اللي بفلوس يعني اوكي، دي حاجات رفاهيات يعني، فعشان كده هو كويس وفي نفس الوقت امكانياته حلوه. ده نموذج من النماذج اللي هو التريلو. اتخيل ان ده البورد بتاعنا خلاص، وده مثلا المراحل المختلفه ايا كانت مراحل، وده دي الكاردز بتاعنا او الستيكي نوتس، وده الديسكريبشن الخاص بيها. نفس الكلام، نفترض ده اجايل سبرنت بورد. انت زي ما قلنا عشان تبدا السبرنت انت بتعمل عندك اسمها ده يوزر ستوريز، وبعدين بتعمل لها بتتابعها يعني. فانت عندك الباك لوج بتاع يوزر ستوري،
ده البرودكت باك لوج، ده السبرنت باك لوج اللي هو الخاص بالسبرنت، ده اليوزر ستوري الخاص او الان بروجريس، وده اللي هو في الكومبليت وهكذا. عايز تخلص او خلصت حاجه بتشيلها من هنا لهنا، عايز تكتب عليها ديسكريبشن اكتب عليها ديسكريبشن، عايز تديها لون اديها لون وهكذا، عايز تعمل لها تشيك ليست تعمل لها تشيك ليست. ده نفس الكلام عندك مثلا رود ماب، انت عندك الرود ماب بتاعتك المراحل بتاعتك عندك 1 2 3 4 5، فانت كل مرحله ليها ايه، ليها متطلبات او ليها يوزر ستوريز، فانت عندك ده اليوزر ستوري بتاع المرحله دي، ده اليوزر ستوري بتاع المرحله دي وهكذا وهكذا وهكذا. الكلام ده كله ديجيتال. نفس الكلام نفس اللي فات عباره عن يوزر ستوري للمراحل المختلفه، وده اللي هي الريليز، ريليز 1 ريليز 2 ريليز 3. هنا مثلا نفس الكلام برضه، عندك ريسورسز عندك الباك لوج عندك التو دو، يعني بنشيل مثلا اللي هو الكارد من هنا نحطه هنا، ده خلاص ده حاجات هنعملها، ده الدوينج بيتم عملها، ده البلوك، ده الكواليتي كنترول، ده الدن وهكذا، بنشيل من هنا لهنا وبنحط ايه اساينمنت لفلان، يعني فلان هو المسؤول عن الكلام ده كله، ونعمل ديسكريبشن ليها وهكذا. الكلام ده كله هنشوفه دلوقتي، يعني هندخل دلوقتي وهنفتح النت ونشوف الكلام ده. ده برضو صورة تانية. طبعا زي ما واضح انا شغال في مجال الكونستراكشن اهو، يعني الموضوع كله مش سوفت وير بس. برضو نفس الكلام، اما سبرنت باك لوج او سبرنت بلاننج او هكذا، والناس كلها موجودة كسكرام ميتنج او السكرام تيم وشغالين. ده نفس الكلام، work in progress، product backlog، sprint backlog، current sprint، to do، in progress، ready to verify، sprint done، نفس الكلام. ده مشروع مثلا kitchen، مطبخ، interior بتاع المطبخ، برضو عاملينه بنفس الطريقة، to do، in process، ideas. ده kitchen modeling، برضو مشروع للكيتشن موديلنج، عاوزين نعمل موديلنج بكيتشن وهكذا. فهو التريلو عامة أو الطريقة دي كانبان، دي طريقة أصبحت زي ما قلنا قبل كده أصبحت فعالة جدا، والناس كلها دلوقتي زي ما تقول كده موضة، كل دلوقتي شغال بيها، كل الشركات شغالة بيها. إحنا عندنا في الشغل مثلا شغالين مش بتريلو، شغالين بمايكروسوفت بلانر. هو يعني انا بالنسبه لي طبعا انا عشان الدنيا عندي مفتوحه اكتر فامكانيات احسن من ده، لكن تريلو طبعا كحاجه فري رائع. يعني كده احنا خلصنا، نفتح الايه التريلو عامه. ده التريلو، انت بتدخل بتعمل ساين، بتعمل ريجستريشن، تكتب ايميلك وهكذا بحيث ان انت ايه بتعمل اكاونت عليه. خلاص نفترض ان احنا عملنا اكونت، هيبقى بالشكل ده. ده التيمز المختلفة. نفترض انت عندك المشروع فيه كذا تيم، فعندك تيم واحد، تيم اتنين، تيم تلاتة، تيم اربعة. كل تيم عنده كذا بورد، في بورد مثلا بتاع الرود ماب، في بورد بتاع السبرنت رقم واحد، في بورد بتاع السبرنت رقم اتنين، في بورد بتاع اليوزر ستوري، في بورد بتاع مثلا برودكت باك لوج، ايا كان اللي احنا اتعلمناه في السكرام اتعلمناه في الايه في الكانبان بنطبقه هنا بس في الديجيتال. نيجي مثلا هنا على الرود ماب مثلا او يوزر ستوري، مثلا انت شغال مثلا في الميم، عندك اللي هو الاي اي ار بروبوزال اللي هو الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس، عندك البي اي بي اللي هي البيم اكسكيوشن بلان، عندك البي اي بي ابديت، عندك الديتيلد بي اي ام اللي هو بروجكت انفورميشن موديل. كل حاجه من دول ليها يوزر ستوريز ماشي، ده يعني ده يوزر ستوري. ده احنا وقت بنقسم سبرنت رقم واحد، سبرنت رقم اثنين، سبرنت رقم ثلاثه وهكذا، كل واحده ليها يوزر ستوري. هنا مثلا ده السبرنت رقم واحد، خلاص خلصنا اللي هو السبرنت بلاننج، خلاص دخلنا بقى في السبرنت رقم واحد، ده السبرنت باك لوج. اليوزر ستوري بتاع السبرنت ده هو ده 1 2 3 4. بعدين لو انا هشتغل على واحد حطه الناحيه دي، خلصت دخلت عليه ان بروجريس اتحط الناحيه دي، ريدي تو فيريفاي حط الناحيه دي وهكذا.
ماشي، الموضوع سهل. هنا مثلا الرود ماب اللي هو خارطة الطريق، يعني في بيم مانجمنت مثلا، ده بالنسبة لمجالنا يعني بيم مانجمنت، بيم فور ديزاين، دي المراحل عامة. المرحلة دي فيها يوزر ستوري، ده المرحلة دي فيها يوزر ستوري، ده وهكذا، بيم فور كونستراكشن، ورك ان بروجريس، وهكذا. هنا اتكلمنا عليها دي، ده اللي هو صفحة عادية اللي هي بتتكلم حاجة things to do doing do وهكذا. طبعا التريلو اللي بتعمل بيها أي حاجة، ده عبارة عن تول أنت بتستخدمها في السكرام، بتستخدمها في حاجة تانية، بتستخدمها في أي حاجة شخصية عادي جدا، لكن ده التول دي إحنا بنستخدمها في السكرام. لكن هي مش لكن كلمة كانبان أو كلمة تريلو مش معناها سكرام، لا دي تول. تول أنا عندي بورد وعندي ستيكي نوتس، انا بستخدم البورد ده، بستخدم الستيكي نوتس دي، بستخدمها في تطبيق الايه السكرام، والسكرام عباره عن فريم ورك لتطبيق الاجايل وهكذا. فاحنا كل هدفنا دلوقتي اللي هو ايه، تطبيق او تول معينه علشان نطبق بيها او نطبق بيها السكرام. لو هنيجي هنا مثلا نبص هنا نفترض فين عندك حاجة زي كده مثلا، لو أنا عملت عليها كليك خلاص. في الأول خالص قبل ما أبدأ الكلام ده، أنا بعمل تيم خلاص، وبعمل انفايت. أنا دلوقتي الأدمن بتاع الإيه، بتاع الورد ده، بعمل انفايت، بكتب الإيميل، ببعت لأي التيم بتاعي خلاص، ببعت لهم انفيتيشن إنهم ينضموا للإيه، ينضموا للبورد ده، ببعت لهم بالإيميل باللينك، يدوس على اللينك خلاص يدخل معايا خلاص. ده التيم فيزبل، ده اللي هما البورد ده انت عايزه ايه؟ عايزه برايفت ولا عايزه خاص بالتيم ولا عايزه بابليك؟ بابليك ده يعني كل الناس تفتحه، يعني زي الفيسبوك كده، لو انت اديت لينك لاي حد خلاص يدخل عليه. وده اسم التيم بتاعك اللي انت عامله خلاص، ده الخاص بالايه، بالبورد. لو انا عملت هنا مثلا دوست ده البروبرتيز الخاصه بالايه، خاصه باليوزر ستوري ده، وخاصه بالكارت ده، او خاصه بالستيكي نوت دي، دوست عليها خلاص. انا بعمل اساينمنت ليها، يعني مثلا ممبرز، لو انا عامل انفيتيشن لحد هتلاقي اساميهم ظهرت، هقول له مثلا ده خلاص، ده اللي هو انا مثلا، هتلاقي مفروض ان هو ممبر عادل خلاص اهو، ده اللي هو انا اللي ايه، انا المسؤول عن اليوزر ستوري ماشي. ليبلز، ليبلز ده اللي هو لون الكارت او لون الستيكي نوتس، لونها ايه، لونها اصفر ولا لونها احمر ولا لونها ايه، على حسب. وهنا ممكن لكل لون ليه حاجه، يعني مثلا انا عامل ايه، اليوزر ستوري يكون لونها اخضر، الايشوز لونها كذا، الريليز لونه كذا، فانا ممكن اعمل شريحه او اعمل كارت ماشي. الكارت ده بيعبر عن يوزر ستوري، وكارت تاني بيعبر عن التاسك الخاص باليوزر ستوري، يعني مثلا ده كله مع نفس المزاج، يعني هنا ده اليوزر ستوري واحد، وده التاسك الخاص بيه، هيكون اسمه التاسك ده مثلا بلاننج اي شيء مثلا، او دروينج موديل مثلا، او بلان خلاص. لا سوري، ده اللي هو ديسكريبشن، ده دروينج بلان. هتلاقي هنا الديسكريبشن الخاص بيه ماشي. وفي عندك برضو ممكن احط عليه ديو ديت، يعني الاكتيفيتي دي او التاسك ده او اليوزر ستوري ده انا المفروض اسلمه امتى، اسلمه في اي وقت وهكذا ماشي. اتاشمنت، انا عاوز اعمل اتاشمنت ليه صوره بي دي اف، بتاع ملف بي دي اف، ملف وورد، ملف اكسل، اي شيء ماشي. الاتاتشمنت ده من على الكمبيوتر، من على التريلو، من جوجل درايف، من دروب بوكس، من اي مكان. الكفر، انا عايز الكفر ده لونه كذا خلاص، بقى لونه كذا ماشي. موف، انا عايز احرك ده، عايز احركه فين، عايز احركه في سبرنت تاني، في تيم تاني، يعني مثلا ده التيم وتحت منه ايه البورد، انا عاوز احركه مثلا في التيم الفلاني في البورد الفلاني خلاص، من الليسته دي للبوزيشن رقم كذا، ده الموف. الكوبي نفس الكلام،
خلاص اركايف، لو انت خلصته عايز تعمله او تعمله اركايف خلاص اعمل اركايف، عايز تعمل شير اعمل شير ماشي. نفس الكلام بتنقل بمنتهى الحريه، يعني اخد من هنا، يعني مثلا خدت من هنا واديته هنا مثلا، ده فده احنا عارفين ده ان بروجرس، وعارفين ان ده تاريخه كذا معلش، وده ديو ديت مثلا بتاعه خليه مثلا 21 مثلا، خلاص سيف خلاص ديو سون. هنا هتلاقيه ايه مدي لون اصفر، طب نخليه مثلا بلون حاجه امبارح مثلا، ان هو النهارده كام كده، خليه مثلا ده سيف اوفر ديو، ادالك لون تاني، خلي بالك ده اوفر ديو، هنخليه قدام شويه خلاص خلاص، لا لونه اصفر ولا لونه احمر، مديلك نوفمبر 30 ماشي. انا حتى هو عنده بيديك انذار ان الكلام ده ديو سون، الكلام ده اوفر ديو، هكذا ماشي. في حاجات سريعه زي ده، ايديت ليبل مثلا انا عايز اخليه ده مثلا سيف وهكذا ماشي، ادوس عليها، اللون ده عباره عن ده ريليز 1 ده يوزر ستوري، كل حاجة من دي أظن كان ليها رقم ماشي. هنا واحد في طبعا شورت كات كتيرة، مثلا أنا بدوس على رقم واحد يطلع لي مثلا ده، أدوس على رقم اتنين يطلع لي ده، اللي هي الألوان يعني، في زيه زي أي برنامج عادي يعني، بس كل حكاية لو إن هو أونلاين. تشينج ممبر، عاوز اغير الناس او الشخص المسؤول عن الكلام ده، عايز اعمل له موف كوبي، يعني دي طريقه تانية للتحكم في الايه في الكارد ده، ده اللي هي الطريقه السريعه. في الطريقه اللي هي الاساسيه او الويندو الاساسيه، هي دي بغير الاسم نفسه، يوزر ستوري واحد يوزر ستوري اتنين. في ايه تاني؟ في عندنا هنا تشيك ليست. ايه التشيك ليست دي؟ انا بضيف هنا تشيك ليست، انا عشان اعمل الكلام ده كله بعمل، عشان اخلص اليوزر ستوري دي محتاج اعمل اربع حاجات او حاجتين، فاعمل التشيك ليست مثلا واحد خلاص، واعمل التشيك ليست اتنين او ايتم اتنين، ايتم مثلا اتنين ايتم تلاتة خلاص. لو شفت هنا بيديك نسبة، انا خلصت ده يعني، ده الجزء او الجزء ده انا خلصته، فانا كده عملت 33% من اليوزر ستوري دي، عملت ده 67%، عملت ده خلصته تماما ماشي. فهنا شوف اتنين من تلاتة اللي هو كتشيك ليست، انت عامل التشيك ليست، انا خلصت حاجتين من ثلاثه، لو ده فتحت الناحيه دي انا فعلا خلصت حاجتين من ثلاثه وهكذا. في ناس بتفضل انها ما تعملش التشيك ليست، ان هو في ناس بتفضل انها تعمل كارت جديد مثلا، والكارت ده بتاع التشيك ليست مثلا، تشيك مثلا ليست، وعشان اميزه عن الكارت الفوقاني بس بديله مثلا ايه، بديله مثلا لون، اديله مثلا اللون ده مثلا ده خلاص، واسمي اللون ده التشيك ليست مثلا خلاص، واقفل ده واقفل ده سيف خلاص. فانت عندك هنا اهو، فاحنا عارفين ان ده التشيك ليست بس، طب ده التشيك ليست بتاع ايه؟ بتاع يوزر ستوري، بتاع اليوزر ستوري واحد مثلا، فممكن احط ليبل تاني بتاع يوزر ستوري واحد، اعمل مثلا ده، اقول مثلا ده انا عايزه يوزر ستوري واحد ماشي، كرييت سيف، فده اللي تشيك ليست بتاع يوزر ستوري واحد وهكذا، بحيث ان انا اعرف ان ده خاص بده ماشي، وعاوز اديله اي شخص او اعمل اسايمنت ليه لاي شخص خلاص ماشي. هنا نفس الكلام، عندنا برضو سيتنج خاصه بالايه، خاصه بالبورد كله عامه، يعني عندنا مثلا هنا ليبلز، ده عاوزين نتحكم في الليبلز عامه، هنا عايزين سيتنج مثلا تشينج تيم مثلا، لو انا عاوز اغير التيم اللي انا شغال، اللي انا شغال او عاوز اخلي البورد ده يروح لتيم تاني
فين تاني؟ سيتنج فين؟ كلوز بورد. في عندي كوبي بورد، ممكن مثلا اعمل كوبي البورد ده في مكان تاني وهكذا يعني. كلوز بورد، لينك ديس بورد، ممكن اعمل ابعت او اخد اللينك بتاعه وابعته لاي حد وهكذا. دي اصبحت يعني زي ما قلنا، ده عباره عن فكره سريعه عن التريلو عامه وكيفيه تطبيقه، او ان هو تريلو ان احنا بنطبق الكانبان بتريلو ماشي، وبنطبقه على السكرام اللي هو عباره عن فريم ورك بتاع الاجايل وهكذا. ودي اخر حاجه بتاعت لمحاضره النهارده، فلو عندكم اي اسئله انا معاكم يعني. شكرا جزيلا يا باشمهندس عادل، جزاكم الله خيرا على المحاضره القيمه دي. يا ريت لو حد عنده اي سؤال يعمل ريز هاند او عن طريق الشات. يا ريت اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند او عن طريق الشات. باشمهندس شيماء اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله بس الحمد لله. شكرا جدا على المحاضرة الجميلة دي، الله ولكن يخليك. للأسف أول 5 دقايق بالظبط تعريف الأجايل أنا ما حضرتوش، وعشان كده بستأذن حضرتك لو في إمكانية المحاضرة فيديو تترفع على اليوتيوب أو على الفيسبوك مع الماتيريال أكون شاكر جدا. ان شاء الله هي بترفع مثلا يعني، الجماعه بتوع بيما عربي على طول بيرفعوها في اول باول. تمام، شكرا لحضرتك جدا، مش الله أكتر من يخليك كده، الله يخليك. شكرا، مع السلامة. تمام، هل في اي اسئله سواء صوت او كتابه؟ السلام عليكم مهندس عادل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك. مبارك، عامل ايه؟ الحمد لله. وحشني كتير والله. الله يخليك. الله يبارك فيك. طبعا انت تسمع برنامج السلاك، يعني هو تريلو الاثنين يعني فيهم بروجرس كويس عالي شويه. وممكن نربطهم مع بعض كمان. بالظبط، تربط مع برامج كتير فعلا زي ما ساعتك قلت فعلا، وبيتعامل معاهم انترفيس كتير يعني. بس هم ما شاء الله شغالين بشكل بروجكت عاليه جدا الفتره اللي فاتت دي في المشاريع، وبالذات مع السكرام زي ما شاهدتك شرحت يعني. بيغنى عن البورد كتير، وفي نفس الوقت الميزه فيه ان هو انترفيس مع الستاف كله، بتبعت له التاسك بتاعته وفولو عليه. بالظبط، هو اصلا دلوقتي نتيجه ان زي ما قلنا ان الناس شغاله يعني نتيجه اونلاين الاونلاين، نتيجه الكوفيد والكلام ده كله، ففي ناس كتير شغاله اونلاين، وفي مجال الكونستراكشن انت بتلاقي ناس في بلاد تانية يعني، يعني بالظبط مش نفس المكان ولا نفس المدينه، لا بلد تانية. مظبوط صح فكون ان هو تمام. الترول ده او عامه يعني اللي هو الشغل الكانبان كديجيتال بيبقى كويس جدا يعني. وساعتك انا اشرت الموضوع يعني المزايا بتاعتها كاجيلتي ومانجمنت في نفس الوقت، ان انت بتقدر في فلكسبيليتي في الاداره، وتقدر تحقق تارجت عالي جدا لو انت حطيت التاسك مع الناس المهمين او الناس اللي هم معنيين بشكل كبير. انك ممكن تدي تاسك لناس يعني سوري نوت كواليفايد، او انه ما عندوش فكره، بلاش نوت كواليفايد، ما عندهاش فكره ازاي يمانج الدنيا، او ازاي انه يهندل الورك ده. دي بتفرق كتير، ان المانجمنت نفسه او المانجر نفسه انه يقدر يشوف الريسورسز بتاعته ويبقى لوكيشن لها في مكانها، وكل واحد يديله التاسك بتاعته، هيقدر يعمل كلوز تايم عالي جدا واكتيفيتي عالي جدا في الموضوع ده، هيوفر عليه كتير في الهيدك بتاع الريسورسز. صح، ده وده اللي يعني بيشوفه ده. وده اللي بيحصل دلوقتي يعني في اماكن كتير يعني. يعني زي ما قلت لحضرتك عندنا في الشغل ما عندناش تريلو، عندنا بلانر، مايكروسوفت بلانر. بالظبط برضه احنا قاعدين، احنا شغالين في مشروع المترو، فاماكننا مختلفه، مش في نفس المكان، كل واحد في محطه وكل انا واحد في عارف مكان اصلا. تاني، فلا مظبوط صح. فاحنا عارفين كل واحد معاه ايه والتاسكات كلها شغاله ازاي. بس طبعا مظبوط مش شغالين طيب. بالسكرام، احنا شغالين عامة يعني كشغل يعني كبلانر عامة اكيد اكيد بلانر. انا فاهم وجهة نظرك، عارف مش ان مهندس. فلان معاه ده ومثلا والديو ديت كذا يعني وهكذا يعني.
بالظبط. ما الفكره حضرتك اللي الواحد عاوز يعني يوصلها للناس الحضور بالذات معانا والناس التانية اللي مش حاضره، ان انت يعني توفر الريسورس بتاعتك وتقدر تحقق نتائج كبيره جدا بانتاجيه عاليه. دلوقتي كل المشاريع عادت بتنظر للانتاجيه بمانجمنت، فاننا مش هقعد انا احط 1000 موظف ولا مهندس ولا عامل ولا واتفر، كل واحد على حسب تخصصه، وفي الاخر مش عارف اسلم مشروع في حين ان نصهم ممكن يسلموا مشروع. بالظبط. بس هي عمليه ان انا افهم واحدد التاسك بتاعت الناس، والعمليه الديفلوبمنت والتريننج للناس مهمه جدا في الموضوع ده. بالظبط كده. جزاك الله في خير وعاجز عن الشكر. الله يكرمك، شكرا جزيلا. الله يبارك ساعتك ويزودك. باشمهندس، في مهندس احمد ابو العين بيقول لحضرتك معذره دخلت المحاضره متاخر لكن في طريقي للسفر، ولكن الجزء اللي حضرتك عايز سعادتك مهندسنا الخلوق عادل الحسن والناس الله بتشكر يخليك، حضرتك جزاكم الله خيرا. الله يخليك، شكرا جزيلا. هل في برنامج او ويب اسمه سمارت شيت برضو بيطبق الاجايل، ولا حضرتك ما تسمعش عنه؟ سمارت لا، شيت سمارت شيت لا، وزي ما قلت لك هو الاجايل عباره عن ميثودولوجي، منهجيه معينه، فانت بتطبقه باي طريقه. يعني احنا النهارده احنا خدنا نموذج لكيفيه التطبيق، يعني صحيح. زي ما قلت، انا قلت لوزينج لك ترينو. فلا ده حد التريلو ده عباره عن تول، عشان يعني هو زي ما قلنا انت عندك اجايل، خلاص، مبادئ. المبادئ دي انت في عندك فريم ورك بتطبقها. الفريم ورك ده زي السكرام، زي حاجات تانية. يعني هنا مثلا لو احنا هنشوفها هنا فين، كل دي فريم ورك علشان نطبق بيها الايه، نطبق بيها الاجايل. فانت عندك حاجه اسمها سكرام، في عندك حاجه اسمها سكرام اكس بي هايبرد، في عندك حاجه اسمها كاستم هايبرد، كل دي فريم ورك لتطبيق الاجايل، خلاص. فاحنا خدنا سكرام نتيجه ان هو اكثرهم انتشارا، ان هو تقريبا 60 70% من السوق او الناس اللي بتشتغل الاجايل بتشتغلوا عن طريق السكرام. والسكرام اوريدي بقى من يعني بادئ من 93، بادئ من قبل الاجايل اصلا ما يبدا كفكره، بس هو يعني طور نفسه بحيث ان هو يتبع منهجيه الايه الاجايل. لما اشتغل التريلو دي عباره عن تول، اداه، يعني انت عندك تول بتطبق او بتستخدمها علشان تعمل بيها السكرام. لو انت ما عندكش التول دي زي ما احنا شايفين هنا مثلا، يعني مثلا الناس دول ما عندهمش تريلو، الناس دول شغالين فيزيكال، يعني كله فيزيكال، واقفين وبيشتغل كل يوم، وعندهم مكاتب وبيقعدوا يقفوا على البورد وهكذا. التريلو عباره عن اداه، بدل ما يكون عندنا بورد، بدل ما يكون عندنا ستيكي نوتس اللي هي فيزيكال كده، هو لا، كله ديجيتال. فتريلو دي عباره عن زي ما قلت اداه عشان اعمل بيها السكرام، والسكرام ما هو الا فريم ورك عشان اعمل بيه الاجايل. اوكي. مهندس ميسون بتقول ممكن استخدم تريلو في التدريس والتدريب؟ التريلو ممكن يستخدم في اي حاجه، يعني يعني صحيح. حتى الحاجات الشخصيه، يعني صحيح. يعني لو انت عايز تعمل ايميل، عاوز او بترتب افكارك، يعني انت عندك هتسافر مثلا، عاوز تاخد هتاخد ايه معاك في السفر، فانت بترتب افكارك، هاخد كذا كذا كذا، خلصت كذا، لا الحاجات دي ما عملتهاش، الحاجات دي عملتها وكذا. فالتدريس لو هي قصدها ان احنا هنتفاعل مع الطلبه بيها، ممكن بحيث ان الطالب مثلا انا بعمل له اسايمنت، ده فلان هو اللي هيعمل مثلا الاسايمنت مثلا، ده عمله ما عملوش وهكذا، سلمه، سلمته امتى، يوم كذا، اتبعت على كذا. فبرضه هي عمليه متابعه، ما هي عمليه مانجمنت لجروب من الناس، او عمليه منهجيه تفكير لشخص واحد. فلو انت عندك جروب وبتعمل مانجمنت ليهم، فانت عندك بتعمل لهم مانجمنت او بالتول دي، بتعرف مين مع ايه. لو عاوز تعمله كمنهجية تفكير لحاجة شخصية، اعملها كمنهجية تفكير، هي عبارة عن تول. يعني فاهم، يعني زي ما قلت لك، هم بدايتها مع اليابانيين. اليابانيين اوريدي كل حاجة في دماغهم ما بيحطهاش في دماغهم، كل حاجة بيحطوها على الورق، فهم بدأوها في تويوتا، ماشي، واثبتت فعالية عالية جدا. فبالتالي لما اثبتت فعالية كل الناس بتطبقها. تمام.
انا بستخدمه في طلبات البيت، بس انا بعد كده هستخدمه في خلع بيت. في حد برضو كاتب باش مهندس احمد سيد، هل اقدر استخدم اي برنامج اي برنامج كمهندس استشاري، وكيفية التطبيق كمثال سريع؟ استخدم اي برنامج كمهندس بمعنى ايه؟ استشاري مش فاهم، يا ريت لو كيف باشمهندس احمد يوضح. في المهندس زكي برضو عنده مداخلة، اتفضل باشمهندس. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم باشمهندس عادل، عليكم السلام. محاضرة جميلة جدا وشيقة ومليانة بالمعلومات القيمة. يعني حضرتك بس ليا استفسار بعد اذن حضرتك، قلت بالنسبة للاجايل الترحيب بالتغيير، لو هنعمل امبلمنتيشن للكلام ده على كونستراكشن بروجكت، يعني مشروع كونستراكشن، فايه المقصود بالتغيير؟ يعني احنا كبروجكت مانجمنت بقدر الامكان بنحاول تو مينيمايز اي فاريشن يجي من عند الكلاينت عشان خاطر في تايم وكوست امباكت. لا، هو التغيير نوعين، نوع جاي من الكلاينت، لا ده بنحاول نقلله ماشي، نتيجة ان هو بي في كوست وفي تايم. التغيير اللي انا قصدي التغيير نتيجة عدم وضوح الرؤية، يعني انت عندك مشروع معقد خلاص، انت مش الدنيا مش واضحة بالنسبة لك، فانت عندك في تغيير بيتم طول ما انت شغال نتيجة عدم وضوح الرؤية، مش نتيجة تغيير الكلاينت لمتطلباته. لا، تغيير الكلاينت متطلباته اكيد هينتج عنه تايم وهينتج عنه كوست، لكن انا بتكلم على التغيير نتيجه ان انت وانت شغال التارجت بتاعك متغير، التارجت بتاعك مش ثابت. يعني انت دلوقتي لو انت مثلا زي ما قلنا في تاني سلايد، مثلا لو انت عندك مشروع زي ده مشروع بسيط جدا ما فيهوش حاجه، عباره عن كاميرا وعمود وخلاص وبلوك وورك وخلاص، وحتى الشبابيك مستطيله، فالدنيا بسيطه ما فيش فيها متغيرات. لكن مشروع مثلا زي ده، لا مشروع زي ده طول ما انت شغال في تغييرات مش من الكلاينت، يعني الكلاينت ما قالكش انا عايز انقل الشبكه دي او احولها من كذا لكذا، لا لا، والراجل ما اتكلمش، هو يقول لك انا عايز ده، لكن التغييرات بتتم نتيجه عدم وضوح الرؤيه. انت كمثلا لو انت بتشتغل في مرحله التصميم مثلا، انت وقت شغال معماري في الكتروميكانيكال، الناس مش عارفه ايه اللي هيحصل بكره نتيجه الشكل معقد، نتيجه الطلبات اوريدي اللي اتطلبت في الاول طلبات كتير، فالرؤيه مش واضحه، فبينتج عنها تغيير. فالتغيير ده زي ما قلنا، بدل ما احنا نصبر عليه على مراحل متباعده، لا احنا بنقابله اول باول وبنقسمه، بنفتته مثلا حتت صغيره، بحيث ان انا عندي قدره ان انا اتعاون او اتعامل مع التغيير ده. فالتغيير ده مش الكلاينت اللي بيقول لك عليه، لا التغيير ده زي ما قلت لك نتيجة عدم وضوح الرؤية. هنا اهو طب زي ما قلت لك، حضرتك اتفضل. اتفضل. يعني هنا التكنولوجي زي ما قلنا، التكنولوجي لو انت عندك التكنولوجي هاي وعندك نفس الكلام الريكويرمنتس عالية، فانت عندك المشروع بتاعك واقع في المنطقة دي، فنتيجة وقوعه في المنطقة دي فانت عندك الانسرتينتي او عندك السيرتينتي قليلة نفسها، انت رؤيتك زي ما قلت لك مش واضحه، يعني مش باين التارجت بتاعك متغير او بيتحرك معاك. انت لو انت غمضت عينك وعملت بلان ومتجه للتارجت ده، هتفاجئ بعد كده لما توصل له ان هو مش موجود في مكانه، فهتلاقي نفسك انت بعيد اصلا عن الايه، عن التارجت الاساسي. انا متفق مع حضرتك في وجهه نظر اللي حضرتك بتطرحها، بس دي ممكن تبقى في البري كونستراكشن قبل ما ينزل المشروع للتنفيذ. يعني في البري كونستراكشن بقدر اعمل ميتنج مع كل الاول ستيك هولدرز، وافضل اعمل يعني بلان دو تشيك اكت، بلان دو تشيك اكت لغايه لما اوصل لمرحله اقدر انزل بيها المشروع للتنفيذ كونستراكشن. بس طالما نزل المشروع كونستراكشن خلاص بحاول وار جوينت تو مينيمايز التغييرات اللي بتتم. ماشي، هي التغييرات اللي هتتم في الكونستراكشن هتكون مختلفه كفكره عن التصميم. يعني في الكونستراكشن ممكن مثلا التغيير مثلا في طريقه التنفيذ، في الميثود ستيتمنت بتاع التنفيذ، مثلا الفول سيلينج بتاعه المنطقه دي ماشي، التغيير مثلا في الماتيريال دي مثلا اللي هي متوصفه لي في الاول نوت ابليكابل، مش ما, في ما عنديش السبلاير اللي يعمل الكيرفات دي كلها، خلاص انا عايز عندي الترنتيف تانيه. الحاجات دي الحاجات دي كلها تشينجز مش جايه من الكلاينت، لا جايه من المشروع نفسه، جايه من المنتج نفسه. المقاول نفسه من يعني تشينج اوردر، تمام، تشينج اوردر برفعه المقاول نفسه يعني. تمام، تشينج اوردر ناتج مش عشان يوفر تكلفه، لا ناتج من الرؤيه بتاعته في الاول خالص ما كانتش واضحه، فمش هيعرف يقول لك مثلا. يعني هو في تغيير بيتم زي ما قلت ان هي ايه، يعني نتيجه
التعقيد بتاع المشروع نفسه، فحصل ايه؟ حصل تغيير. فالتغيير كده كده جاي، بس انا الفكره ايه؟ الفكره ان هو بدل ما اخد تغيير كبير بعد فتره معينه، لا انا فتته. يعني كده كده يعني المشاكل اللي بتحصل اثناء التنفيذ اوكي هتوصل لي خلاص، بس بدل ما اصبر عليها مثلا اواجهها كلها كمان 6 شهور، لا انا هواجهها كل اسبوعين ثلاثه، بحيث ان انا ايه يعني اللي هي التغيير الكوست او التايم بتاعها بيكون قليل، يعني على بحيث ان يعني اعرف اتحكم فيها. تمام، اوكي ماشي. شكرا باشمهندس عادل، شكرا فن، شكرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، شكرا، السلام عليكم. سلام باشمهندس عادل، في سؤال بيقول هو البرودكت اونر بيكون تبع اي طرف، المالك ولا الجهه المنفذه؟ لا، الجهه المنفذه. طيب سؤال المهندس احمد برضو اللي هو كان خاص بالاستشاري، بيقول يعني ازاي اطبقه وانا جهه الوصل بين المالك والمقاول، ازاي اطبق استخدام البرنامج ده وانا في جهه الوصل بين المالك والمقاول؟ ازاي تطبق الاجايل؟ ما انت لو انت بتتكلم على الاجايل، فجهه الوصل دي يعني انت البرودكت اونر، انت دلوقتي اللي بتاخد الريكويرمنتس من الايه، من الكلاينت، وعارفها كويس جدا ماشي. فانت اللي بتعمل لسته، بتعمل البرودكت باك لوج اللي انت بالتالي بتديها للفريق بتاع الفريق العمل. بس المقاول ده لو واحد تاني، لو انت ما عندكش يعني ايه، لو انت ما عندكش امكانيه لادارته، لا انت كده خلاص، يبقى ده انت بتتكلم على فريقين. لكن لو انت المقاول ده يعني معاك انت في نفس الشركه او في نفس المكان، خلاص فانت كده تعتبر البرودكت اونر الخاص بالمقاول ده ماشي. انت اللي بتعمل البرودكت باك لوج، انت اللي بتعمل الليسته كلها، واي حد عايز يتواصل مثلا مع المقاول او مع الكلاينت او اي تعديل هيتم في البرودكت باك لوج بيتم عن طريقك انت، لان انت جهه الوسط بين المالك والمقاول. انت اللي تعرف ايه الاحتياجات الخاصه بالايه، بالمالك، وانت اللي بتوصلها للمقاول. تمام. في مهندس عمر برضه بيقول هل من الأفضل استخدام الأجايل في المشاريع الصغيرة الغير معقدة ولا هيطول وقت تسليم المشروع؟ لا ما مش بص، هو التأثير مش هيبقى عالي قوي، يعني مش هتحس بيه قوي. يعني لو المشروع بسيط خلاص، فانت وفق الرسم اللي قدامنا ده خلاص، تكنولوجي قليلة والمشروع بسيط، فالدنيا بسيطة. عارف كأنك مثلا جبت مثلا عربية 4x4 وماشي عليها وماشي بيها على طريق أسفلت، فانت ما اختبرتش امكانياتها اصلا، امكانياتها مثلا في الصحراء، في الطرق الوعره، لكن انت واخدها ماشي بيها على طريق اسفلت، فبالتالي امكانياتها اللي فيها انت مش مستخدمها، ومع ذلك هتبقى كويسه، هتوصل لك للتارجت بتاعك بمنتهى السلاسه والسرعه. فلو انت عايز تطبقها عندك، اهلا وسهلا طبقها، بس مش هتحس بالتاثير الكبير او بالاختلاف الكبير. هو الاختلاف بيجي في المشاريع المعقدة اللي زي ما قلت لك عدم وضوح الرؤية عندك مش واضحة، فبالتالي الأجايل بتبقى مفيدة. مش هتكون واضحة أوي. فالأجايل هيكون مفيد معاك، إن أنت هتتحكم في التكلفة وهتتحكم في التايم، هيكون التكلفة عندك اللي هي ناتجة عن التغييرات قليلة، والتايم اللي أنت هتخسره ناتج عن التغييرات هيكون قليل. بدل مثلا ما المشروع مثلا يعني مثلا افترض مشروع بمليون، بدل ما يبقى مليون ونص، لا هيبقى مليون و100 مثلا. بدل ما التايم بتاعه مثلا كان سنه، بدل ما يبقى سنه ونص، لا هيزيد شهرين مثلا بس. فانت كده قللت التايم وقللت الكوست الناتج عن الايه؟ عن التغييرات. ده على اعتبار ان التغييرات كده كده هتتم. طب هتتم ليه؟ نتيجه عدم وضوح الرؤيه. لكن لو الرؤيه واضحه والمشروع بسيط، خلاص يبقى لا التايم هيزيد ولا الكوست هتزيد. والطريقه التقليديه في البلاننج او في الاداره فعاله جدا لو الدنيا واضحه. خلاص لو انت شغال مشروع عادي جدا، خلاص مفيش داعي انك تشتغل بالاجايل. تمام. في مهندس شركي بيقول ما الفرق بين بيم مانجر وبيم كوردينيتور؟ البيم مانجر هو طبعا المسميات بتختلف على حسب حجم المشروع، يعني
بس عامه البيم مانجر اكتر يعني اكبر من يعني او منصبه اعلى من البيم كوردينيتور. في المشروعات الصغيره بيبقى هو الاثنين، بيم مانجر هو البيم كوردينيتور، لكن في المشروعات الكبيره لا، البيم مانجر بيكون تحت منه كذا بيم كوردينيتور، هو اللي بيكون هو المتحكم في البروسيس نفسها بتاعت البيم. يعني عامه في البيم مانجمنت عامه في بروسيس كتير قوي، فالبروسيس كتير كتير قوي دي يعني كتعامل ما بين السبلاير ما بين السب كونتراكتور ما بين اللي هي الديسيبلين المختلفه، الناس دي كلها اللي بيتحكم فيها هو البروجكت مانجر. ده على السكيل الكبير. والبروجكت كوردينيتور لا بيكون مهتم بالايه بالجزئيه الخاصه بيه. لكن لو سكيل المشروع قل فهتلاقي نفسك لا البيم مانجر تحول او هو اللي بيقوم بوظيفه البيم مانجر هو نفس الشخص اللي بيقوم بوظيفه البيم كوردينيتور، الاثنين واحد على حسب حجم المشروع.